مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، بسعد بوجودي مع حضراتكم من خلال هذه الحلقة من 7 وحتى 10 مساء بتوقيت القاهرة، وبسعد أيضا بصحبة زملائي الأعزاء، صحبة كل من الإعلامي شريف فؤاد وزملائي أيضا أمير هشام وعمر ربيع ياسين، وفقرات متنوعة ومختلفة هنتكلم عنها وهننوه لحضراتكم عن هذه الحوارات وفقراتنا المتنوعة بعد قليل. عندنا النهاردة أكتر من خبر بنبدأ بيه هذا اللقاء. أولا طبعا أسرة النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وكل المسؤولين في مجلس الإدارة والأجهزة التنفيذية، فضلا عن أعضاء الجمعية العمومية وكل أسرة ومحبي، وأعتقد كمان كل واحد من جماهير النادي الأهلي داخل وخارج مصر، الكل بينعى الراحل الكبير الكابتن عادل هيكل رحمه الله اللي وافته المنية عن عمر 84 عام. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ولأسرته الصبر والسلوان. وطبعا هو غني عن التعريف بتاريخه الرياضي الكبير، وكان بالتأكيد واحد من أبرز وأشهر وأفضل الرياضيين ونجوم كرة القدم وحراس المرمى على مستوى مصر والعالم العربي، وبشكل خاص داخل الكيان الكبير النادي الأهلي المصري. وإن شاء الله بالتأكيد هتكون في تغطية كبيرة لمشواره ومسيرته الناجحة وعطائه على كافة المستويات، وصولا إلى طبعا آخر يوم من أيام حياته. هيكون ده طبعا من الأمور اللي بالتأكيد هنهتم بيها في أسرة قناة الأهلي خلال تغطياتنا المختلفة في الفترة القادمة. عندنا كمان عناوين رئيسية، أمنياتنا لنجمنا الكبير محمد صلاح بالفوز بلقب أفضل لاعب في العالم في الحفل التاريخي غدا إن شاء الله، حفل الاتحاد الدولي، بعد ما وصل لترشيحه ضمن واحد من أفضل 3 أسماء على مستوى كرة القدم عالميا هذا الموسم أو هذا العام. كمان عندنا عدد من الحوارات المهمة، خلوني أنتقل سريعا لزميلي العزيز أمير هشام وأعرف أصداء ورأيه والأصداء أيضا داخل النادي الأهلي للفوز الكبير. طبعا مبروك لكل الأهلوية على المستوى الرسمي وغير الرسمي، كل من يتابع ويهتم ويحب النادي الأهلي سعيد بهذا الفوز التاريخي والكبير برباعية نظيفة أهلت النادي الأهلي إلى الدور قبل النهائي في البطولة الأفريقية أو دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم بعد الفوز الكبير 4-0 والعرض الأكثر من رائع فنيا وكرويا على حساب حورية كوناكري الغيني. مساء الخير يا أمير. يا مساء الفل عليك يا أستاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. أكيد هيكون عندنا العديد والعديد من الفقرات الهامة النهاردة إن شاء الله من خلال حلقة اليوم، لكن طبعا في البداية أيضا بنعي وفاة النجم الكبير وأسطورة النادي الأهلي كابتن عادل هيكل، إن شاء الله ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويسكنه في سيح جناته. أيضا الجزئية الثانية وفوز النادي الأمس الأهلي بالأمس فوز أكثر من رائع، سواء من ناحية الأداء من ناحية النتيجة 4-0، في بعض الامور كده اللي يمكن الواحد كان يعني فرحان بيها جدا خلال مباراه الامس. اول حاجه طبعا تواجد الجمهور يا استاذ محمد، ده كان عامل مهم جدا، وكان دور الجمهور واضح جدا خلال مباراه الامس بالتحديد، وحوالي 10,000 متفرج كانوا موجودين في استاد السلام، ده اطفى نوع من الحماس في الملعب، وده اللي واضح على اللاعبين من اول دقيقه لغايه الوقت بدل ضايع كمان 94 او 93 دقيقه بشكل عام على مدار المباراه. روح عاليه جدا بيلعب بيها لاعبي النادي الاهلي، فوز ده مهم، فرحنا طبعا واكيد فرحه جيده جدا، لكن الهدف حتى الان لسه ما اتحققش. خطوه مهمه جدا نحو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا واستعاده هذا اللقب الغالي جدا لكل جمهور النادي الاهلي، لكن الهدف الاساسي والفرحه كبيره دايما لجمهور النادي الاهلي واللاعبين والجهاز الفني هو تحقيق اللقب. النادي الاهلي بيفرح ببطوله ما بيفرحش بمباراه، فان شاء الله التركيز يكون اكبر خلال المرحله المقبله. لكن في بعض النقاط لو تتفق معايا فيها يا استاذ محمد، وهي خاصه بالاداء الفني بالنسبه للاعبين داخل ارضيه الملعب. يمكن الفتره اللي فاتت كان بعض الجماهير بينتقدوا شويه اداء النادي الاهلي، لكن ما حدش كان واخد باله النادي الاهلي كل يومين ثلاثه في مباراه، فبالتالي كان في اجهاد، فبالتالي كان في روتيشن، فبالتالي ما كانش في انسجام ما بين اللاعبين. لما يكون في تدوير كتير جدا ما بين اللاعبين بسبب توالي المباريات والاجهاد اللي بيكون عند بعض اللاعبين، فبالتالي وطبيعي جدا ان طبعا ما يبقاش في التناغم والانسجام ما بين اللاعبين، وده بيؤدي لاداء يمكن ما بيكونش جيد. لكن كان المهم ان النادي الاهلي بيحقق نتائج. لكن خلال مباراة الأمس كان راحة بالنسبة للفريق، كان في حوالي 6 أيام أو 7 أيام ما بين مباراة حورية كوناكري الأولى هناك في غينيا ومباراة الأمس، فده بالتالي إدى راحة عند بعض اللاعبين أو عند الفريق ككل، وده أدى لأداء جيد جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي بالأمس، سواء من ناحية الأداء أو من ناحية النتيجة. أيضا احنا كمان متفقين النقطة دي مهمة جدا يا أمير اللي أشرت إليها، الإجهاد
وانه الجمهور كان لسه بيدور على الافضل في كل مباراه بالزبط. للاهلي محليه او افريقيه لكن كمان كان في ارتفاع في منحنى الاداء ومستوى بالزبط. الاداء من بالزبط. مباراه لاخرى شفناه في افضل معدلاته فنيا وتهديفيا وخططيا في الملعب في مباراه الامس. اعتقد الجمهور كمان مش بس راضي عن النتيجه، وزي ما قال امير احنا دايما في النادي الاهلي تعودنا نحتفل بالبطوله مش بمباراه، ولكن دي خطوه مهمه مش بس بالارقام للفوز الكبير والتاهل للدور نصف النهائي، لكن كمان لاطمئنان الجمهور واعتقد لجنه الكوره ومجلس الاداره انه في ارتفاع بيحصل تدريجيا من مباراه لاخرى، انسجام اكبر بين اللاعبين، قدره النادي الاهلي انه يتخطى اي عقبه. النادي الاهلي بعد الفتره اللي فاتت اللي كان فيها مشكلات مصاحبه لمطالب نجم الفريق سابقا عبد الله السعيد وعدم التجديد له، وايضا الاصابه المؤثره واللي بتحتاج علاج لفتره طويله لاصابه اجاي، اثنين من اللاعبين اللي فنيا ممكن يؤثروا على اي فريق حساباته الخططيه والفنيه، لكن النادي الاهلي عودنا انه لا يقف على اي لاعب وانه يقدر يتخطى الغيابات سواء للاصابه او للايقاف او لحتى انتقال اي لاعب الى خارج تشكيل النادي الاهلي والى خارج تعاقد النادي الاهلي او المجموعه اللي بتمثله في المباريات المحليه والدوليه. عشان كده ده كمان من العناصر اللي بتسعد الجمهور، الشكل اللي ظهر عليه الاهلي ووصوله للمعدل اللي اعتقد انه مطمئن بنسبه كبيره وان شاء الله يستمر في الفتره الجايه ونحصد كمان اللقب ونتاهل مره اخرى لكاس العالم للانديه لنشارك كمان بالشكل وبالقدر الملائم لاسم وعطاء وتاريخ النادي الاهلي. برجع لك مره ثانيه امير، اتفضل. ان شاء الله اكيد نتمنى الفوز بهذه البطوله، لكن عايزك يا استاذ محمد بقى تنسى المباراه كده امبارح، انسى الاداء، انسى كل الكلام ده. في بعض اللاعبين طبعا ادوا بشكل اكثر من رائع وهنتكلم عليهم، لكن في لقطه لفتت نظري مع نهايه المباراه بالتحديد بعد الهدف الرابع لاحمد فتحي، لما مستر باتريس كارتيرون سلم على الجهاز الفني واحد واحد وحتى عمال غرف اللبس بالنسبه للنادي الاهلي واللي اكيد ليهم مجهود كبير جدا، الراجل بيتعامل نفسيا بشكل جيد جدا سواء مع اللاعبين او مع الجهاز الفني او مع كل المحيطين بيه واللي بيأدوا في الاخر ان هم يخرجوا هذا المنتج الجيد سواء من ناحيه الاداء او من ناحيه النتيجه. اللقطه دي مهمه جدا ما حدش اتكلم عليها وممكن ما كانش حد خد باله منها، لكن بتدل على التعامل النفسي الجيد جدا، وانا يعني اتكلمت كتير جدا في هذه الجزئيه. الراجل بيتعامل بشكل مميز جدا من الناحيه النفسيه، بيعرف يخلي اللاعبين يطلعوا كل اللي عندهم من خلال تعامله معاهم بشكل جيد، وايضا مع الجهاز الفني لقطه اعتقد كانت اكثر من رائعه، ده بجانب تالق عدد من اللاعبين. لكن النجم اللي بيقود النادي الاهلي واللي شايل النادي الاهلي بصراحه الفتره دي وليد سليمان اكثر من رائع، وده كان واضح عليه بدايه من معسكر كرواتيا مع بالنسبه للنادي الاهلي واول معسكر مستر باتريس كارترون، الراجل كان مركز جدا واضح ان هو كان عايز يعمل موسم اكثر من رائع بالنسبه لوليد سليمان، وده اللي واضح من خلال المباراه طبعا بتاعه الامس. نتمنى الاهم ان شاء الله النادي الاهلي يواصل بهذا المنوال سعيا نحو تحقيق هذا اللقب الغالي يا استاذ محمد. طبعا أنا بتفق مع زميلي العزيز أمير هشام. قبل ما نتوقف مع الفاصل مرة أخرى كل التحية والتقدير لنجوم النادي الأهلي لجماهيره، شكرا لكل الجماهير، هذا الحضور الضخم والمؤثر ومؤازرة الفريق، كل الشكل والروح اللي شفناها في الملعب من الجمهور في المدرجات على الملعب نفسه على أرض الملعب والأداء والرائع والنتيجة، وإن شاء الله نتكلم عنها باستفاضة من خلال حواراتنا وتغطياتنا في هذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة. فاصل ونعود. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وزي ما قلنا في بدايه هذا اللقاء انه عندنا اكثر من فقره واكثر من موضوع وتغطيات متنوعه. عندنا حوار هيكون فقرتنا الثانيه النهارده في الاهلي الليله هيجريه الاعلامي شريف فؤاد مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والحديث لا ينقطع عن اللائحه، مشروع اللائحة التنفيذية أو لائحة النظام الأساسي للنادي والجهد الكبير المبذول خلال الفترة الماضية، والكل بيرجو أكبر مشاركة من أعضاء الجمعية العمومية في هذه الجمعية العمومية يوم 28 من الشهر الجاري، وإن شاء الله تؤتي هذه الجهود ثمارها بما يحافظ على ويخدم الصالح العام للنادي الأهلي وأعضاء وأعضاء الجمعية العمومية وكل المحبين لهذه القلعة الكبيرة والبيت الكبير النادي الأهلي. أيضا بعد إجراء هذا الحوار مع الأستاذ إبراهيم الكفراوي عندنا عدد من الفقرات بيقدم لنا تغطية من داخل النادي الأهلي، أخبار متنوعة عن كل الأنشطة وكل ما يجري العمل عليه لتنفيذه وتحقيقه خلال هذه المرحلة على كافة المستويات داخل النادي الأهلي،
ده هيكون من خلال تغطية خاصة مع زميلنا أمير هشام. وأيضا هنختتم حلقتنا النهاردة كالمعتاد مع أخبار الكرة العالمية والتغطية الخاصة للملاعب العالمية، وهيكون فيها التركيز الأكبر على الأصداء في الأوساط الإعلامية وأوساط أيضا المدربين والخبراء على مستوى العالم في فرص نجمنا الكبير محمد صلاح إن شاء الله، والمنافسة مع كل من كريستيانو رونالدو ومودريتش أيضا في التصويت على أفضل لاعب في العالم بعد ما وصل نجمنا الكبير إلى هذه المكانة الاستثنائية والمرموقة بترشيحه، وأصبح بالفعل واحد من أفضل ثلاث لاعبين على مستوى العالم لهذا العام. خلونا نبدأ فقرتنا الأولى النهاردة وحديث أيضا عن مستقبل الرياضة وكرة القدم في مصر، الإطار الذي يمكن من خلاله تطوير منظومة الرياضة ومنظومة كرة القدم وهيكل الاحتراف في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، محتاجين إيه في الفترة الجاية، إيه أكبر العقبات اللي بتقابلنا، كيف نبني على التجارب السابقة الناجحة حتى ننشر ونوسع قاعدة هذه التجارب على مستوى كرة القدم المصرية بشكل عام، لو استفدنا ببعض التجارب المتميزة جدا لبعض الأندية والقلاع الرياضية في مصر والعالم العربي مثل قلعة أو نادي المقاولون العرب. خلونا نبدأ بالترحيب بنجمنا وضيفنا في الفقرة الأولى في هذه الحلقة من حلقات الأهلي ليلة، وهو محافظ بني سويف سابقا، وطبعا واحد من الشخصيات اللي لها تجارب ناجحة وغير مسبوقة في إدارة نادي المقاولون العرب، وكان رئيسا أيضا خلال فترة سابقة لنادي المقاولون العرب. برحب مع حضراتكم بضيفنا المهندس شريف حبيب. مهندس شريف حبيب أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معنا النهاردة. أهلا بحضرتك. نبدأ من الحديث عن الغد، خلينا نبدأ بأحدث الأخبار، وابن من أبناء نادي المقاولين العرب بيصل لمكانة مرموقة وغير مسبوقة لأي لاعب مصري بالترشيح لأفضل لاعب في العالم، ماذا تود أن تقول عن محمد صلاح؟ طبعا يمكن في البداية قبل ما ابتدي أي حاجة بقدم التعازي للأسرة الرياضية بشكل عام والنادي جماهير النادي الأهلي بشكل خاص في وفاة اثنين من رموز الكرة، الكابتن حازم كرم وكابتن عادل هيكل، فكل التعازي لأسرة النادي الأهلي الرياضية وكرة القدم بشكل خاص، وفي نفس الوقت بنوجه التهنئة الخالصة للنادي الأهلي على المباراة الجميلة اللي أسعدت جماهير مصر كلها العاشقة لكرة القدم وليست جماهير الأهلي فقط. الجماهير كانت في الملعب شيء يفرح، وكان شكل الملعب مختلف تماما، والكرة للجماهير زي ما بنقول. محتاجين الصورة دي ترجع تاني في كل المباريات. طبعا هي أساس الكرة الجماهير، يعني عنصر أساسي جدا في كل نشاط واستثمار في كرة القدم. متعة كرة القدم هي الجماهير الحقيقة يعني. فنتمنى استمرار الالتزام، استمرار الرقي اللي ظهر به الجماهير في المباراة في الفترة القادمة إن شاء الله. هرجع للحديث عن نجمنا الكبير محمد صلاح. منذ لحظة يعني التفاوض حتى ينتقل لدوري من الدوريات الأوروبية، وحضرتك في وقت من الأوقات كان لك تصريح عام 2012 على ما أتذكر قلت أنه استغرقت دراسة وتحديد تفاصيل التعاقد لانتقاله إلى نادي بازل في سويسرا استغرقت 8 ساعات. تمام. عايزين نستفيد بالتجربة دي اللي وصلت نجم من نجومنا لهذا المستوى غير المسبوق. التجربة دي يمكن تحسب للمقاولين العرب كمنظومة منظومة ليست في النشاط المقاولات والبناء والتشييد فقط، ولكن في أنشطة كثيرة منها كرة القدم. تجربة محمد صلاح كان الحقيقة الأب الروحي والقائد لها، أو تجربة النجم العالمي وتجربة الناشئين المهندس إبراهيم محلب الحقيقة وضع، كان يعني في مجلس الإدارة وكان رئيس مجلس الإدارة، إن احنا عايزين يكون عندنا ناشئين على مستوى عالي جدا، إن احنا نعتمد على الناشئين في المقاولين العرب. كان وقتها مقارنة بالأسعار كانت ابتدت أسعار اللعيبة عالية جدا، وكان يهمنا أن احنا يكون عندنا قاعدة جيدة من الناشئين لدعم الفريق، وعايزين نعمل نجم عالمي الحقيقة، والحقيقة أوكل لي المهمة دي في الوقت ده. والحقيقة كان في تجربة اللي هي اكتشاف ورعاية الموهوبين، دي لهاية تجربة برضو كانت رائدة، لأن كان البحث عن الموهوبين في الوجه البحري والإبلي، وموضوع بقى النجاح التجربة بشكل عام الحقيقة اشترك فيها ناس كتير قوي،
هل كانت تجربة البحث عن موهوبين في كل المدن والمحافظات المصرية سبب في وجود هذه العناصر المميزة؟ طبعاً طبعاً هي اللي وصلت كل العناصر المميزة. طبعاً، وكان أحد الروافد لها اللي هو نادي مقاولين أو عصمصون طنطا، اللي هو نادي الشقيق لنادي المقاولين العرب، اللي هو كان بيستقبل اللاعبين في وجه بحري. وكان في هناك مجموعة الحقيقة مخلصة، كابتن مصطفى أورني، علاء عكاشة، فرج الصعيدي، الحقيقة مش عايز أنسى أسماء كلها كان لها دور في أنها ويوجهوا يبحثوا على المواهب. وكان في رئيس قطاع الناشئين في الوقت ده كابتن ريعو، وكان في بقى مجموعة، يعني هو كان جالي في الوقت ده وقال أن احنا عايزين عندنا لعيبة نبتدي اللي هي في الوجه البحري والإبلي، نجيبهم في النادي، بيبقى في إقامة في الفندق، في رعاية، في نظام غذائي كويس، في حتى تعليم. فكان من المجموعة اللي ظهرت، كان أنا فاكر كويس يعني محمد صلاح قال في لعيب أو كويس قوي وأشول، وإحنا شايفينه حاجة هيبقى حاجة كويسة. حقيقة كان مرة بقى باختبارات، كل المدربين اللي دربوا محمد صلاح كان لهم بصمة معاه، كابتن حمدي نوح كان له بصمة كبيرة جدا، لأن هو اللي استقبله كان بيتدرب معاه فترة بدري قوي الساعة 6 الصبح، وكان بيديله المهارات الفردية والتدريبات الخاصة. كابتن سعيد الشيشيني كان له دور ان هو يعدل مركزه، كابتن رضوان، الحقيقة مش عايز انسى حد. كانت منظومة متكاملة لغاية ما ابتدى احنا كان لنا برضو كنادي ان احنا بندعمه عشان يبتدي يخش المنتخبات ويبتدي يظهر ويبتدي. واعتقد انه حسب كلام حضرتك اخذ فتره الاول لتجهيزه حتى يستطيع ان يؤدي بشكل جيد في الدوري الممتاز. صحيح. يعني عشان نقل اداؤه من مرحله الاداء في انديه الاقاليم الى الاداء في دوري الاضواء وعلى مستوى نادي المقاولين. هي نقطه مهمه جدا، والحقيقه كان تحسب لكابتن رضوان شجاعه ان هو بيشركه، هو لما تمش 16 سنه في الدوري الممتاز مع مجموعه اخرى وظهرت كلها المجموعه بشكل جيد. فابتدى بعد كده بقى ما ابتدى يتالق، وكانت التجربة ان احنا بين ان هو بقى ابتدت تيجي له عروض، لا احنا قلنا ليه ما يكونش عندنا لعيب محترف، واحنا ما عندناش كنادي المقاولين الضغوط من الجماهير اللي هي اللي تصعب مهمة خروج اللي هو لان احنا انا كنت موجود في الوقت ده، كان اتقال عليه على المقاولين ان هو بقى خلاص يعني هيكتفي نشاط الكوره، ابتدي بيبيع اللعيبه، خصوصا ان احنا ما كانش موقفنا كويس في الدوري. يعني لا احنا ساعدنا، وكنا الحقيقه قعدنا عشان يتعمل العقد بشكل كويس، وعقد كان فيه جوانب كتير من الاحترافيه دي، كانت خبراتنا كمقاولين عرب في صياغة العقود الدولية فادتنا بشكل كبير. وان احنا يعني ابتدى بقى ما راح هناك وان احنا بنتابعه، كان في متابعة. طيب هنكمل كلامنا مع حضرتك ونسمع التجربة استمرت ازاي وعملية التفاوض كيف حققت العائد الافضل ماليا وفنيا للاعب حتى فيما بعد، وتمت الاستفادة بيه بالشكل اللي ممكن من خلاله كان يحقق هذا النجاح غير المسبوق وغير المتوقع. أيضا معنا على الهاتف كابتن ريعو، مدير قطاع الناشئين، مدير جهاز الناشئين بنادي المقاولون العرب. مساء الخير يا كابتن ريعو. طيب احنا فقدنا الاتصال، وربما نعاود التواصل مع الكابتن ريعو بعد قليل، عشان حضرتك كنت بتتكلم عن عناصر كتير شاركت في اداء مهمتها بالشكل الامثل. لو رجع لنا مره ثانيه على الهاتف هيشارك معنا خلال لحظات. هل احنا عشان بس لا نغفل حق ايضا نجم كبير قبل ما نكمل كلامنا عن محمد صلاح، وهو بالتاكيد يعني خارج المنافسه وحاله استثنائيه، لكن هل كانت ضمن نفس التجربه ومرحله البحث عن افضل العناصر احنا عندنا كمان لاعب كان من ناشئي النادي الاهلي وحقق نجاح مع نادي المقاولون العرب واصبح من اشهر نجوم العالم وبيلعب في نادي من اشهر انديه العالم في ارسنال، فبرضه هنتكلم عن كيفيه الاستفاده من اللاعبين وافادتهم واعطائهم الفرصه عندما تاتي. معانا كابتن ريعو. مساء الخير يا كابتن ريعو. انا مساء الخير، اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا في الاهلي. ربنا يخليك. احنا طبعا كان بيتكلم المهندس شريف حبيب عن حضرتك دلوقتي وعن شخصيات كتيره قوي قدمت جهد كبير لنادي المقاولون العرب. مساء الخير عليكم جميعا، وبحيي سياده الوزير المهندس شريف حبيب، وبضم صوته لصوته الحقيقه في يعني تقديم واجب العزاء في زميل الدراسه كابتن حازم كرم مدرسه السعديه وزميل الملاعب، وكذلك استاذي وكابتن عادل هيكل
زميل الملاعب، وطبعا ليا الشرف تزاملت حتى معاه في اهم مباراه لعبها في حياته ضد نادي بنفيكا مع النادي الاهلي، واحنا بصدد كلام على الكابتن محمد صلاح عشان وقتكم. الحقيقه يعني كابتن محمد صلاح نفس اللي قاله سياده الوزير المهندس شريف، هي دي القصه الحقيقيه اللي حصلت بعد مشروع اكتشاف ورعايه الموهوبين في الفتره اللي كنت فيها مدير قطاع الناشئين من 2004 ل 2008. وطبعا الحمد لله كان كل الظروف والجو العام مهيئ لان يكون محمد صلاح وامثاله كمان النني وغيره اللعيبه الكتيره. انا سبت للمهندس شريف حبيب كشف كان فيه 52 لاعب كلهم على نفس المستوى. فبنتمنى لمحمد صلاح بعد وصول هذه المرحله العظيمه لمصر وهذه الايقونه المصريه ان ربنا يوفقه ان شاء الله النهارده، ونهني مصر ونهني نفسنا كلنا بنجاحه الكبير، ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله في هذه التجربه انها تستمر. وانا بسعد بالثالث مره على التوالي بمسك قطاع الناشئين دلوقتي والفريق الاول المقاولين العرب، نعيد التجربه عشان نطلع لمصر محمد صلاح والنادي الاهلي والزمالك والدنيا كلها ينفعونا ان شاء الله على مستوى الفريق القومي وعلى كل المستويات بتاع الكره المصريه. مهتم بفكره تطوير قطاعات الناشئين يا كابتن ريعه، لان النادي الاهلي مهتم بشكل غير عادي بهذا الموضوع. ايضا نادي المقاولين له تاريخ كبير في قطاع الناشئين وكان دايما بيشار اليه عندما نتحدث عن قطاعات الناشئين في مصر، الكل يقول قطاع الناشئين مميز جدا في نادي المقاولين. هل احنا محتاجين نطور القطاعات دي وممكن تعمل فرق كبير للفريق الاول في اي نادي في الفتره الجايه؟ والله انا طول عمرنا احنا كل كلامنا على فكره حضرتك موثق كله، يمكن المهندس شريف عارف الكلام ده كله، احنا بنجمد زمالي بنمزج الخبره العمليه بالخبره العلميه دايما في سبيل التطوير. احنا السنه دي لاول مره بنعمل اختبارات جينيه للعيبه ل 35 40 لاعب تالنت موهوبين، بنعمل اكبر مركز تاهيل واختبارات فسيولوجيه للقطاع السنه دي، بنعمل طبعا حاجات كتيره جدا عشان نقدر نشتغل بالاسلوب العلمي. حضرتك شفت ايه اللي حصل بعد مونديال روسيا، اللي حصل ثوره في الاداء البدني والخططي، وحضرتك شفت بكل حاجه يعني. ده احنا ماشيين على هذه المسيره احنا وغيرنا طبعا زي الانديه الكبيره الاهلي والزمالك والاسماعيلي والانديه الشعبيه دي كلها، بنتمنى تنجح هذه التجربه ان شاء الله باذن الله. باذن الله بشكرك جدا على المشاركه معنا، موفقين في تجربتكم ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ريعه مدير قطاع الناشئين او مدير جهاز الناشئين في نادي المقاولون العرب. مهندس شريف حبيب، قبل ما نكمل كلامنا مع حضرتك، تعقيبك على الكلام اللي قاله كابتن ريعه. هو الحقيقه المقاولين العرب مؤسسه كبيرة جدا في مجالات كتيرة، وفيها في قطاع الرياضة أجيال بتسلم أجيال. الحقيقة المنظومة الناجحة لقطاع الناشئين وفريق الكورة اللي هو وصل يبقى ثالث نادي تقريبا بعد الأهلي والزمالك في عدد البطولات، رغم أن هو نادي يعتبر حديث بالنسبة للأندية أخرى. ده منظومة من أيام حسين بيه عثمان أو عثمان بيه وحسين بيه عثمان، المهندس اسماعيل عثمان، المهندس عادل ايوب، كل المهندس ابراهيم محلب اللي عمل نقله نوعيه كبيره جدا. فكل اجيال بتسلم اجيال وشخصيات لها ثقلها، المهندس صلاح حسب الله، فشخصيات تقيله قوي يعني. لا وكمان شخصيات عامه تولت مناصب ومهام في ظروف صعبه، ولها يعني لها تاريخها في العمل العام وفي العمل الاقتصادي. انا بتكلم بقى كمان على منظومه قطاع الناشئين، نادي اتبنت على اكتاف كتير من الناس. الحقيقه مش حابب يعني انسى حد، انما وفي عندنا بقى كان المهندس محمد عادل فتحي دلوقتي بيأدي دور، هو بقاله يعني بقاله فترة كبيرة وخبرات عالية بيؤدي مع الفريق الأول وقطاع الناشئين، مهندس محمد عادل فتحي، مهندس محسن صلاح دلوقتي بيقود النادي، وفي النادي بيحصل له التطور يعني كل أجيال بتسلم أجيال. طب اسمح لي حضرتك بجملة أو سؤال اعتراضي وهنرجع نكمل كلامنا، كيف حققتم التعاقد بأفضل شكل ممكن، ورأي حضرتك إزاي في تطوير منظومة الاحتراف أو تسهيل مهمة خروج لاعبينا بشكل أكبر؟ بس اللي بيتفرج علينا أو بيسمع حضرتك دلوقتي بديهي انه يخطر على باله سؤال محدد وهو بيسمع حضرتك، والكل مقتنع تماما بحجم الكفاءات الموجوده في نادي المقاولين وامكانياته كمؤسسه وشركه وكنادي رياضي.
ليه بالرغم من كل ظروف النجاح وعوامل النجاح الموجوده في نادي المقاولين اللي الكل متفق ومجمع عليها الا انه تراجع كرويا؟ يعني نادي ده كان نادي بطولات على المستوى المحلي صحيح. والافريقي في المنافسه وفي الصداره ومع انديه القمه دايما في الصوره وفي الف حساب لمبارياته مع اي فريق، ليه تراجعت القدرات الفنيه؟ دخول الاحتراف بدون نظام. يعني هتلاقي اهتزاز المقاولين بعد دخول الاحتراف. قبل كده كانت الفرقه، ودي هتلاقي انديه كتير تاثرت، يعني نادي المحله تاثر، كل الانديه ما بقتش قادر تحافظ على اللعيبه في ظل التنافس المادي اللي كان بيحصل، لان نادي المقاولين العرب او الانديه تحكمها منظومه ماليه ما يقدرش يخرج بسقف التعاقدات للشكل اللي كان وصل اليه في انديه او للانديه اللي هي جماهيريه. فليه نادي اتكون فرقه قويه جدا ما كانش فيه احتراف حافظ عليها، استمرت لغايه ما حققت بطولات، حققت بطوله واثنين وثلاثه. لما ابتدى مع التسعينات كان في لسه الدفعه، حققنا بطولات كاس مصر، واما ظهر الاحتراف بقى بقوه هنا حصل الاختلال. لذلك احنا لازم نرجع، يعني المستقبل للامكانيات ولا القطاعات الناشئين والشغل الفني والاداري السليم الاثنين؟ لا، لو انت لازم، هي منظومه متكامله، لازم شغل اداري صح، امكانيات وقطاع ناشئين صح، وخطط صح، ولازم امكانيات ماديه. ان الكره دلوقتي بقت صناعه كبيره، واحنا نقدر نبص لو احنا حسب المستوى اللي عايزين نوصل له. يعني احنا هل مثلا كل الانديه في انجلترا بتكسب الدوري وكلها انديه عريقه؟ لا طبعا، تاخد فتره طويله عشان تاخد بطولات. كل ما بيزيد التنافس بقت في انديه بتاخد النجوم، وفي انديه في اوروبا شهيره عالميا، مش بس على مستوى البلد اللي هي بتنافس فيها، لكن هي دايما عند ترتيب معين بتتحرك في رينج معين، في انديه الوسط قريبه من القمه، اللي هي ماتشاتها بيقال انها بتحدد البطل او بتؤثر على نتائج الابطال في المسابقه. انت مهم بقى في ظل الامكانيات الماديه تحط اهداف لك، انت بتحقق ايه من هذه الاهداف؟ ممكن يكون هدف، في انديه بيبقى هدفها ماديه فقط، بتكسب انها عن طريق جماهير، عن طريق بيع لعيبه، عن طريق تسويق، في لها دلوقتي يعني مقومات البطوله مش سهله وليست امكانيات ماديه لوحدها. نعم. لا في امكانيات كثيره. كيف استفاد وظهر بشكل بشكل كبير في الوقت الحالي؟ كيف استفاد نادي المقاولون العرب من خروج واحد من اشهر النجوم عالميا الان، ويمكن اكبر لاعب حقق قدر من النجاح عالميا في تاريخ الكره المصريه، محمد صلاح، من نادي المقاولين اعلاميا وادبيا وماديا؟ انا شايف ال 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 الاستفادة أو النجاح الكبير هو نجاح للبلد كلها. يعني احنا فخورين كمقاولين العرب ان ما بيتقال اسم محمد صلاح فبيتقال مصر. بيتقال اسم محمد صلاح هو بيقول نادي المقاولون العرب، يعني انت في ارتكل وانا محافظ، انا اتعامل معايا في صفحة في جورنال ايطالي وجورنال انجليزي اكتر من نص صفحة على الكرة، على محمد صلاح وتجربته، ما تعملش مش على عملك ومهمتك، مش على العمل المهم، رغم ان انا كنت مستغرب طبعا ان حد يتصل بيا وطب ايه المجال، فقالوا لا احنا بنتكلم على الكرة، ان تجي تصور فيها هنا كتير. عندك لعيب عالمي بقيمة عالمي، يعني انت عربي في اسيا اللي ما بتحبش كرة بتعرف محمد صلاح، هنا هو مصدر النجاح اللي احنا حاسين بيه كمقاولين العرب. وده سبب لتوقعات بعض الناس. هقول لحضرتك حاجه بصراحه، يا الامور دي دايما بتخرج عن التوقعات لينا كافراد او محبين للكوره او مشجعين او حتى اعلاميين رياضيين، بس انا على المستوى الشخصي بقالي فتره متوقع ان محمد صلاح هيفوز بالجائزه لاسباب، حسابات جماهيريه، حسابات حجم التصويت اللي بيحصل عليها عالميا، المراهنات والحسابات اللي هي فيها جديد، لانه لا يعني سيكون شيء تقليدي لو فاز كريستيانو رونالدو، خد اللقب اكثر من مره ودايما كان الحسابات بينه وبين ميسي، حصل مودريتش على جائزه من الاتحاد الاوروبي افضل لاعب في اوروبا، الجديد والمفاجئ في رايي المتواضع جدا هيكون فوز محمد صلاح. حضرتك شايف انه عنده فرصه ولا لا في الفوز؟ لا انا شايف عنده فرصه وليست مفاجاه. ليه؟ لان هو بتنظر له ليس داخل المستطيل. محمد صلاح ان خارج المستطيل الاخضر هو له تأثير كبير جدا، له شهرة عالمية كبيرة جدا، ما يقدمه ده من الذكاء الاجتماعي والتواصل اللي هو جزء من التأثير، ان انت كرة القدم ليست مهارات فقط،
ليست جمال أداء أو إحراز أهداف. لا، حضرتك فيها تتكلم عن ذكائه الاجتماعي كلاعب محترف، ذكاء خارج الملعب طبعا. إن أنت إحنا رونالدو وميسي بقالهم سنين طويلة مفيش اتعمل له واحد أغنية باسمه، مفيش جماهير تغنت، مفيش العشق الهائل داخل بلده. يعني مثلا داخل البرتغال او الارجنتين مش بنفس الحب. هي بس هتكون هي النتيجه، لو انا قلت بمعنى ادق او وصف ادق، هتبقى نتيجه جميله مش تقليديه، فوز محمد صلاح. عشان كده بنقول هو طالما دخل في الثلاث اسماء هو اصبح مرشح، وليس مفاجئ فوزه، ولكن هو اكتر نتيجه هتبقى مختلفه بالنسبه للاوساط العالميه. الموسم اللي قدمه ده استثنائي بكل المقاييس. انت برضو يمكن احنا ده صحيح مش متعودين نفرح قوي لا احنا لازم نديله حقه، هو استثنائي بكل المقاييس، بأدائه والمقاييس، بتواجده في الملعب، بصناعة أهداف بشكل كبير جدا، وإحراز أهداف، بين ازدياد جماهيرية النادي. كل دي اعتقد من البوينتس. مفيش انت ما بتقيمش شخصية او حد على محور واحد، لا، مؤكد ان انت على محاور كثيرة. فأنت لو حطيت في التقييم نقاط كثيرة في تقديري، وقد أكون أن محمد صلاح يعني يستحق، يعني لا تتمنى، فقط تتمنى وتتوقع فوز محمد أتوقع صلاح. بالمقاييس اللي احنا بنقيس عليها العلمية، بالمقاييس، لو أنا بحط مقاييس عديدة اللي هو بيسموها عندهم الميجرمنت اللي بيحط عليها البوينتس، ده بوينت سيستم. لو حطيت بوينت سيستم علمية محمد صلاح هيطلع. حطينا قياسات علميه لكل محاور مقارنه اللاعبين، كل محاور جدا. انما انا مش بقول انا مش بحتار بختار احسن هداف، لا، انا مش بحتار احسن مهاره، لا، انا بختار احسن لاعب. حضرتك بتقول ان دي عوامل، مقومات اللاعب هي مقومات عديده. طيب، النني كمان احنا قلنا انه من النجوم الكبار جدا وبيلعب في نادي من اشهر انديه العالم. خروج هؤلاء اللاعبين، كيف نستفيد من هذه التجربه ونوسع من دايره خروج لاعبين ونجاحهم في تجارب احترافيه شهيره؟ يمكن محمد النني من التجارب اللي انا شخصيا او احنا مقاولين العرب اعتز بيها، لان احنا محمد صلاح كان مطلوب، محمد النني احنا اللي قدمناه، ودي تفرق. تسوقوه احنا وسوقناه من محمد صلاح كان عقده في 12 ابريل 2012، محمد النني كان في شهر ديسمبر 2012. الفترة دي كلها كانت تسويق. ايه اميز البنود اللي في العقدين اللي حضرتك فاكر انكم او سعداء بيها لحد النهاردة في التفاوض وفي تعاقد النني وتعاقد صلاح او انتقال ان احنا حطينا اللي بنسموها الحوافز او الانسنتيفز، اللي هي ما بعد التألق، اللي هي مش المبلغ اللي باخده في الاول. كان من المعتاد دائما ان انت بتاخد بتناقش على قيمه اللعيب، احنا تناقشنا على ما بعد او تفاوضنا عملية البيع دي، عمليه البيع والعائدات اللي بتخش لنا. رغم ان احنا يعني يمكن واحنا داخليا برضو بقول العائد المادي هيجي ويروح مهما كان عالي قيمته، انما الاسم ده يساوي كتير. فبقول لحضرتك احنا عدنا حوالي 8 اشهر في مفاوضات وتسويق لمحمد النني واظهاره، كيف ان هو برضو عشان محمد النني كان، انا كنت من يعني حاسس ان وجوده في بازل هيرفع محمد صلاح، لانه هيسنده نفسيا في الغربه، هيسنده جوه الملعب، متفاهمين فنيا ولعبوا مع بعض كتير، وهو دي النقطه اللي كنا بنشتغل عليها. لذلك في المفاوضه اللي حصلت في بازل، وانا كان معايا كل جهاز اعضاء مجلس اداره وجهاز فني وجهاز القانوني والاجهزه دي كلها في بازل، انا كنت بشتغل على النقطه دي، وكنت براهن عليها ان هو هيكون سبورتد له بره الملعب. بتقنع اداره نادي بازل بكده ان ده هيعود عليهم بفوائد فنيه. قلت له هو هيعود عليه من محمد النني ومن صلاح اكتر، يعني انت هتشوف لعيب تاني خالص. وتالق كان محمد صلاح غير عادي، وكان حتى هم كان وقتها كانوا بيفضلوا بين محمد النني ولاعب كاميروني. فقلت لهم يعني يمكن احنا كنا صرحاء معاكم في كل مزايا محمد صلاح، فهل احنا فقالوا لا، انتوا كان كلامكم كان دقيق، كان دقيق جدا صلاح وعلمي جدا، فقدروا يقيسوا على ده انه قدروا يقيسوا، وقالوا احنا واحنا كنا برضو الحقيقه انا
طب وهل المردود جه فنيا زي ما توقعتوا؟ يعني ردود الافعال بعد انتقال النني هل جاءت بالنتائج اللي توقعتوها ونقلتوها لاداره بازل؟ ده جات لنا بشهاده شكر من احترافيه الاداء اللي هو قالك لم نشهدها في منطقه بالشكل ده. هذه الاحترافيه انت بتتكلم مع واحد بتتكلم 8 اشهر بتقنعهم ويلاقوا الكلام ده موجود. فده اعتقد انه كان مصدر ثقه كبيره جدا. يعني العرض كان عرض عكسي، عرض للبيع مقدم من المقاولون لبازل بيقنعوا بفوائد وميزات هذا اللاعب. تسويق من عرض تسويق. تسويق من داخلي ولصالح الصفقه الاساسيه ولصالح وهو حتى للظروف. يمكن محمد النني انا قلت له انت ربنا هيكرمك، لان كان انا كنت خارج مصر وهما بيسجلوه وحصل كان حريق اتحاد الكوره وكان فيش اتصال وكان ما كانش هيتسجل في الدور الثاني، وانا اللي عملت الجزء ده كله ده مع اداره بازل وانا موجود في فرنسا. فقلت له وكان هيقفل قبل عندي حتى الرساله اللي بعتوها بالتهنئه قبل القيد بساعات قليله يعني. ويحصل ان هو في اول تدريب اللاعب الاساسي يصاب وهو يلعب، وان لعيبي قالوا لنا احنا لم يحدث ان لعيب يجي لنا في نص الموسم ويلعب كم المباريات دي. هل توقعت حضرتك على المستوى الشخصي والمحيطين بيك في عمليه التفاوض ان النني كمان يتالق بهذا الشكل ويصبح عنصر مؤثر جدا في واحد من اشهر انديه انجلترا والعالم؟ حضرتك انا يمكن كنت يعني عندي تفاؤل كبير. لو انا مش مقتنع مش هقدر اقنع اللي قدامي ان هو هينجح في بازل. ورحت له قبل ما يروح انجلترا وقلت له نقلت له راي المدير الفني بشكل ورايي انا الشخص الحقيقه. قلت له محتاج تطوير للاداء عشان تنتقل لانجلترا. والحقيقه كان هو على قدر كان في وقت ده تالق شديد. بيشتغل وبيطور نفسه. اشتغل وطور نفسه ولذلك ما كنتش مندهش انه راح ارسنال. وكان احنا حتى في نقاشي مع المدرب بتاعهم يعني الحقيقه كان شايف كل اللي قلناه صح برضه على محمد النني، وقال او كنا بنتكلم على التعبير انه ده لاعب لا يراه جمهور. فهو لاعب مؤدي جدا مهم جدا للمدرب. قد يكون في بعض طبيعه اداؤه حتى مش الاداء الممتع للجماهير المهاري، لكن خططيا مهم جدا. مهم جدا خططيا. و كان هو لعيب اساسي جدا في بازل وانتقل الى الارسنال كان ماشي بشكل كويس. ووارد في اي لعيب ان هو يعني يهبط شويه، محتاج طبعا زي محمد صلاح حاليا هو في تحدي اخر. كل ما تنجح فانت في تحدي جديد. محمد النني في تحدي جديد، واعتقد ان هما الاثنين ان شاء الله هيتجاوزوا هذه المرحله بإذن. هل عمليه الاستثمار في النجمين صلاح والنني مستمر عوائدها الى اليوم؟ هل كانت في اشتراطات الانسنتيفز او العوائد اللي حضرتك بتتكلم عنها والارباح دي هتظل مع مشوارهم الكروي كله من نادي لاخر حتى وان قلت النسب؟ لانه طبيعي بتقل مع كل تجربه جديده وبيستفيد اكتر النادي الوسيط اللي استلم اللاعب وسلمه لنادي اخر، ولا هي انتهت بمرحله ما ولكنها مرضيه؟ والله حضرتك انا مش دي حاجه حتى من غير تفاصيلها مهمه للمشاهد انه يفهم الامور. ما هي انا مش حابب اتكلم فيها لان احنا كنا حاطين بند سريه التعاقد. لا احنا مش عايزين نقول اي، ولكن حتى اليوم حضرتك بتشوف التجربه هو الافصاح عن الحجوز المالي ده بيؤدي انك تعرف هم بيحبوا خالص ان لا العقد يتنشر ولا الامور، لان دي بتاثر على حاجه ثانيه. انما بس بتساعد حضرتك معناها ان التجربه ناجحه جدا وان التعاقد ده انتم سعداء بيه حتى اليوم. التجربه ناجحه ويمكن حضرتك انا كنت ماسك كنت مشرف على التعاقدات في المقاولين العرب في الوقت ده واحنا بنتعامل مع كل العالم. كان من الهام جدا يمكن احنا يبقى عندنا سيناريو كويس، دارسين العقود في العالم، دارسين النقط اللي هنتناقش فيها. لذلك ابراهيم بمحلب احنا قعدنا في يعني كان حوالي 7-8 ساعات وكان هو يعني بيتكلم انا وكان في تفويض انت معاك الموضوع التعاقد طول هيطول لان احنا بنتعاقد مع جزء محترف. هم جايين بتصور احنا يعني لدرجه هم ردوا علينا احنا كنا جايين انتوا خدتوا كل حاجه ما وفيتولناش على حاجه. فقلت لهم لا انتوا هتعرفوا هتستفيدوا ازاي من الصفقه دي فيما بعد. فلذلك هو لسه جالي من حوالي بعد ما خد احسن لعيب مش عارف ليه انا بيبقى في اتصالات وتبادل للاراء بينكم
مع كل مرحلة جديدة لمحمد صلاح، يعني لا كل نجاح أو انتقال له أنكم بتتبادلوا الأراء أو بتتكلموا مع المسؤولين في بازل من الوقت الآخر حتى كأصدقاء؟ لا أنا مع بازل على اتصال رغم أنهم سابوا النادي، يعني الرئيس والتنفيذي سابوا النادي، إنما إحنا على اتصال سواء بالإيميل أو واتس أو مكالمة، لأن إحنا بالنسبة لنا كانت تجربة رائعة. هو بيقولك كانت تجربة رائعة مننا كمقاولين مع بازل. هل ممكن يخرج نماذج تخرج أخرى مميزة من المقاولين الفترة الجاية لأوروبا لأندية برضو تبدأ تتدرج وتصل لنجاحات كبيرة؟ أعتقد ممكن جدا مع الشغل اللي بيتم في قطاع الناشئين، بس هو محتاج طبعا شغل أكتر. كل ما أنت بتعلى كل ما بيبقى، بس أنت دلوقتي بتبتدي وأنت عندك اسم، بقولك أنت اسمك براند، يعني أنت براند دلوقتي، ما تيجي تقول أنا بتقدم نفسك لأي حتة بتقول أنا النادي اللي قدمت محمد صلاح، أنا ما حددت كونتراكت وهيطلع مقاولين، هيطلع محمد صلاح والنني الأرسنال، يعني هيطلع لك، فأنت عملت عملت يعني عندك قوة، نقطة قوة في التفاوض كمؤسسة، بقى في نقطة كمؤسسة أنت بقى لك تواجد، أنت لك سي في تدي ثقل أكتر طبعا، لك سي في مش بتتكلم أنت مثلا نادي مغمور أو مش معروف. وبعدين الحمد لله إنك تطلع اثنين، يعني معناها إن أنت ماشي بخطى. إحنا طلعنا بعد كده مجموعة، بس ما انت في جزء انت بتعمله في جزء الشخص، الشخص هل هو عنده الجلد، عنده الصبر، بيكمل ولا لا، بيتطور ولا لا، مش دايما. والا كان مثلا كانت انجلترا كل يوم تطلع مواهب، ما انجلترا اكبر يعني اصل الكوره وعلم وكل حاجه، انما ما عندهاش نجم عالمي من انجلترا كل سنه، ما عندهاش. عشان كده هم في احتفاء استثنائي بهاري كين دلوقتي، هم بيلتفوا حوله كهداف انجليزي لمنتخب انجلترا، وسعداء بيه وبيحاولوا يعملوه معامله استثنائيه جدا. في كام هاري كين في انجلترا؟ انا عدد قليل قوي النجوم. لا انت حضرتك لما تيجي قلت هاري كين، في حد تاني؟ لا ففي جزء كبير قوي على الشخصيه انت. صحيح. بتقدر تملي. انا كنت اقول لهم، يعني قعدت مع محمد صلاح بعد اول 6 اشهر اما خد، قلت له لقيت كل اللي انا قلت عليه، لان انا عشت في سويسرا في سنك، لقيته. قال لي لقيته. قلت له بس انت اللي جاي اكتر اصعب. فقلت له احنا بالظبط كده، اما بقول حاجه انا زي المدرس، انا بقول نفس الكلام وبقوله، في واحد بيطلع الاول واحد بيطلع الاخير. طيب يعني طبعا عايزين نسمع راي حضرتك في حاجات كتير قوي كلها مهمه، هننتقل من موضوع لاخر بسرعه، بس عشان نختتم النقطه دي عايزين تعليق سريع من حضرتك، كيف نتجاوز الأزمات؟ شفت إزاي الملف اللي أدير الفترة اللي فاتت كان بشكل غريب شوية إعلاميا وجماهيريا، إلى أن تم احتوائه وتم التوصل إلى قرارات، لأننا كلنا ندور على الصالح العام وكلنا نحاول نقرب وجهات النظر ونزيل الفجوة. قضية الحقوق التسويقية وما أثير حولها والخلاف اللي دار بين نجمنا محمد صلاح ووكيل أعماله أو محامي من جانب والمسؤولين في اتحاد الكرة من جانب آخر، شفت المشهد ده؟ أنا شايف يعني لو قارنا ما حصلش مع أندية تاني. يعني مثلا في انجلترا في اسمه رياض محرز، هل سمعت عن هذه الضجة؟ لا على الإطلاق. الإطلاق. محتاجين احنا نشتغل في كرة القدم بما وصلت له بشكل احترافي وخطة موضوعة وناس نقعد نشتغل كده بعد كام سنة هنعمل ايه، لان دلوقتي الموضوع بقت فيه اعباء كتير على الانديه اسعار، فانت محتاج تسوقها بشكل جامد. هل المكانه اللي فيها انجلترا دي والدوري الانجليزي وصلت ليه؟ هنصنع العجله ليه؟ مش هنبتدي نشتغل صح؟ احنا يمكن تجربه محتاجين الاتساع الافق والنظر للشكل الاحترافي المتعرف عليه عالميا واحترامه من المسؤولين في دوائر صناعه واداره الرياضه وكره القدم فقط، ام من نجومنا ام الطرفين معا؟ يعني مين اللي حضرتك شايفه محتاج يتسع افقه اكتر في النظر للملف مع كل، بس تبتدي تملي من اتحاد الكوره، هو اللي راعي اللعب، فانت عايز الكيان الاكبر، يعني الكيان الاكبر. انت بقى بتنتقل الى مستويات تانية، محتاج تقعد وتحط نظم. وليه هنقعد يعني زي ما بيقولوا ايه، ليه مش هتصنع العجله من الاول؟ في ناس وصلت، كيف يعامل النجم؟ كيف الحقوق التسويقيه؟ الكلام ده محتاج ناس بتبحث. انا بقول لحضرتك انا لما رحت بازل كمان من المؤسسات الكويسه اللي كانت مساهمه في نجاح محمد صلاح، وكنا سعداء بيها. ليه؟ لانك انت لما بتحط محمد صلاح في فريق اساسا فريق بطوله، غير انه مش فريق بطوله، لان فريق بطوله هيلعب الدوري شامبيون ليج وهيلعب الدوري الاوروبي وهيظهر وعنده روح البطوله. لو انت خدت اللعيب ده حطيته في نادي وسط او تحت،
لا تتوقع انه يظهر، هيبقى نادرا لان خلاص فرص ظهوره اكبر واوسع كثيرا مع نادي القمه طبعا اللي بيشارك في كل المنافسات القاريه. وروح روح انك انت في نادي قمه، نادي قمه يعني منظم على طول، يعني هو نادي انا لما رحت شفت مؤسسه، انت داخل مؤسسه فعلا يعني زي شركه، شركة تصنع يعني كرة القدم. كيف نتفادى تكرار السيناريو المزعج والمؤسف اللي حصل الفترة اللي فاتت؟ ان احنا نقعد او مش احنا يعني المسؤولين في مصر عن كرة القدم، كرة القدم في مصر اتحاد الكرة يقود ويحط خريطة عمل كده في كل مرحلة في كل جزء ما يخص اللعيبة المحترفين وشؤون العاليين. ليه احنا ما يعني سؤال انا الحقيقة مش عارف له اجابة، ما طبقناش دور المحترفين لغاية دلوقتي ليه؟ رغم ان احنا ايام كابتن سمير زاهر الله يرحمه وقالوا ان الاتحاد الافريقي لن يسمح بعد تاريخ كذا وان مش الفريق اللي هيكسب خطينا التاريخ ده والفريق اللي هيكسب مش هيشترك في دور الابطال. الموضوع ده سكت ولا احد يتكلم عنه مع انه هو خطوه. تذكر النادي الاهلي كان له الرياده في فتح هذا الملف في مصر، وكانوا تم استقدام او دعوه لزياره مصر واحد من ممثلي رابطه دوري المحترفين المسؤولين في البريمير ليج او الدوري الانجليزي، كان وكان بحضور الكابتن حسن حمدي كان رئيس النادي في هذا الوقت، والكابتن الخطيب كان رئيس النادي، المهندس خالد مرتجي، وادير حوار كبير موسع على مستوى النادي الاهلي لتوسيع ادراك او زياده وعي وادراك الانديه المصريه والتنسيق مع الجهات المسؤوله عن توزيع الحقوق بس لم ننفذ. صحيح. فحصل عندك يعني انا هقول انا يعني قلت قبل كده مره ان انا كنت في نتيجه يعني لظروف الشغل في الجزائر فرحت الاتحاد الجزائري وقابلت الاستاذ روراوه. الدنيا مختلفه هذه في رابطه انديه محترفه ملهاش دعوه باتحاد الكوره خالص، اتحاد الكوره هو ماسك المنتخبات فقط وناشئ وكان بيستثمر عايز يعمل فندق علشان يصرف على المنتخب، ومنتخب بتاعهم وصل كام مره كاس عالم كان لا، واعتقد في كل دوله اتحاد الكره او الاتحاد الوطني فيها كره القدم بيبقى له بطوله بينظمها، اعتقد الكاس المحلي في الدوله المحلي. حتى ده في انجلترا يعني. لكن دوري المحترفين بس مهمته الاساسيه المنتخبات. وفي رابطه الانديه المحترفه اللي هو لجنه الحكام او رابطه ده المستقله، يعني الدنيا هم عملوا ايه ببساطه، هم خدوا وهو اداني الكتب دي حقيقه كنت عايز ادي اهديها لاي حد، هو خد اللي هو بيحصل في فرنسا كلها وترجمها بقت نصها فرنسا ونصها ماذا ينقصنا لنفع لنعمل او نحقق شيء مشابه؟ ان لا نبدا ان نبدا من حيث انتهى الاخرون، ان احنا نختار نموذج نشوف كل هقول حاجه ما يحصل معايشه للناس اللي هي تدير التنفيذيين تروح على اي تروح انجلترا. طب بصراحه يعني مهندس شريف ارجوك كلنا اجابتك او رؤيتك لهذا الامر بصراحه، هل تعتقد ان جزء كبير او اساس المشكله هو رفض المسؤولين في اتحاد الكره على مدار بقى اتحادات متعاقبه التنازل عن هذه الحقوق، ان هم المسؤولين او هم المهيمنين على الدوري المصري والدوري الممتاز وان هم لهم كافه الحقوق او الكثير من الحقوق بشان هذه المسابقه، وان لسه مش قادرين يتعايشوا مع فكره ان تنظيم الامور بشكل مختلف هيخليهم يتركوا جزء كبير من صلاحياتهم ولا لا؟ يعني الاجابه انا طالب اجابه بقى او لا على السؤال ده. الاجابه طالما احنا ما حققناش دوره المحترفين فهي الاجابه زي ما انت بتقول. نعم. يعني انا مش فاهمها برضه ليه، انا ليه ما هو خلينا احنا هنبقى في احتراف، ما ينفعش في نقطة مهمة، ما ينفعش احنا دلوقتي بقى بنسمع أرقام بالملايين للعيبة وتديرها هواة أو أقول أنا متطوع أو هاوي، لا يصلح، ده أنت عايز ناس مؤسسة إدارة محترفة طالما نشاط احترافي محترفة، إدارة محترفة ليل نهار بتشتغل في التطوير وفي اللوائح والتسويق وحاجات كتير يعني جدا. محتاجين توزيع اختصاصات بقى في مصر يعني في كرة القدم. حجم ما يصرف في كرة القدم اليومين دول قد ايه؟ ارقام مهولة جدا. طيب بمناسبة حجم ما يصرف بحديث حضرتك او انطلاقا من حديث حضرتك او اشارتك الى الارقام، كيانات جديدة بتظهر في الدوري المصري زي نادي بيراميدز او كيانات اخرى عندها تمويل جيد جدا، بعض اندية الشركات او المؤسسات الاقتصادية اللي لها انشطة مختلفة ايضا تتمتع بغطاء مالي جيد، بعض اندية المؤسسات ايضا لها غطاء مالي جيد وحتى لو كانت مؤسسات تابعة للدولة مشاركة في الدوري الممتاز، كيف ترى تأثير دخول التمويل الضخم بهذا الشكل
وهنتعامل معاه ازاي في الفترة الجاية؟ هل هيقضي على بعض الأندية اللي لها تاريخ وجماهيرية ولكن إمكاناتها المالية ضعيفة؟ هل هتخرج من السياق أو من القدرة على المنافسة؟ طبعا هي 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 منظومة متكاملة. أما أنت تنظم، لأنك لما تبقى محترف هتبقى تنظم الإعلام والتسويق، هتبقى في تنظيمات أخرى كثيرة هتعود على الأندية الجماهيرية، لأن النادي الجماهيري مع العائد له ميزة. يعني لو خرجت الأندية الجماهيرية هتأثر على البث الفضائي مؤكد، فلازم أحافظ عليها في ظل عدم التوازن بين الأندية اللي تمتلك مقدرات مالية. بالتأكيد الأندية الشعبية هتتأثر أكتر، وده خطر واجه بقاله كم سنة، بقاله كتير. أكتر ناس تتأثر هي الأندية الشعبية. قد يجي في وقت وحد يستثمر فيها، يعني ياخد اسم النادي الشعبي، وده هيبقى شيء جيد. يعني أنا أتمنى الاستثمار يكون في الأندية الشعبية، لأن هي لو أنت خدت نادي المنصورة، نادي المحلة، نادي وبالمعنى، خلينا ناخد مثال نادي غزل المحلة، والوالد كان مؤسس كرة القدم وكان من كبار قادة ورواد هذا الكيان الرياضي والكروي الناجح، وكان لهم شأن كبير في كرة القدم في وهو يمكن كان فكره سابق، لأنه بدأ الاحتراف بدري، كان أول نادي احترف في مصر هو النادي المحلة، النادي الوحيد اللي كان يمتلك معسكرات كرة قدم في مصر. ما كانش فيه فكر المعسكرات ده هو نادي المحلة، المنتخب كان بيجي عسكر في المحلة، معظم نجوم مصر أهلي زمالك مصر كانوا في المحلة، بيجوا المحلة ليه؟ لأن كان فيه إمكانيات، وهو رحمه الله كان يعرف أنها صناعة وصناعة قادمة بقوة، وهو عمل الفرقة أو الفرقة التركيز على الفرقة لأنها تسوق للمحلة، لمنتج المحلة، يعني كان فيها لها فكر إعلامي. فإحنا ليه ما نعملش كده؟ إحنا دلوقتي ونفصل بين في مساهمين وفي ناس تدير، يعني في ناس تساهم. يعني هنا هل تطالب حضرتك بتركيز حتى الجهات اللي عندها إمكانات مالية عالية اللي ممكن تضخها في الرياضة أو كرة القدم، أو حتى المستثمرين بنتكلم عن مؤسسات أو أفراد، حضرتك بتطالب بأنهم يوجهوا التمويل ده سواء للشراكة أو لشراء أندية أو للدخول لتمويل أندية ورعايتها من الأندية اللي لها طابع تاريخي في كرة القدم وجماهير؟ طبعا ده ليه؟ لأن يعني الجماهير هي اللي هتصنع لك الاستمرارية، اللي هتسندك بعد كده. إن أنت نادي بطولة، عايز تبقى بطولة لازم عندك جماهير. إن أنت هيبقى أولا كمان هتاخد كيان قديم، كيان له مهما كان تأثر، إنما هو كيان قائم وله جذور. أنا أعتقد هيكون تأثيره أكبر، بتمثل بلد. يعني أنت بتلاقي مثلا في انجلترا بتمثل بلد، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، حتى لو اتنين بنفس اللي بس هما البلد. كان يمكن نادي المحله هو النادي اعتقد الوحيد اللي هو نادي شركه ونادي شعبي. المعادله دي ما جاتش، المحاولين العرب ما قدرش يكون نادي شعبي. وحتى كان في المهندس ابراهيم محلب واحنا موجودين كان في احد الافكار ان احنا ننتقل يبقى مكاننا احد المحافظات، لان احنا عشان يلتف حولكم الجمهور المحافظه، جمهور المحافظه اللي هم بتوع المحله، بتوع الرئاسي، بتوع المقاولين. ولدرجه احنا لعبنا احد المباريات كان لسبب لعبنا نادي شعبي في بنها، كان عدد الجمهور 50-50. ليه؟ لان في ابناء المقاولين العرب اللي لهم انتماء فحضروا في الملعب، فبقى عندك شعب. ما كنا بنلعب في أسيوط كان بيحضر لنا جماهير كتيرة. فإنما منافستك جوه القاهرة صعبة، صعبة لأن ما فيهاش الجماهيرية هنا، ما فيهاش الجماهيرية، وأنت عندك أكبر القطبين، يعني ده الأهلي والزمالك. هنا الترسانة لم تستطيع مثلا رغم أنها تكون جماهير كبيرة، لا كانت محدودة، هتبقى لازلت محدود، خلينا نكون واقعيين. إنما لو أنت متواجد المصري هو جماهير، له جماهير عريقة، الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، مهما طبعا كان انت بقى، انما جماهير المحلة رغم ما تعانيه الناس بتموت نفسها جوه المحلة. بس ظهرت أندية، يعني المعادلة دي نحلها ازاي؟ انه زي ما حضرتك قلت تاريخ اسكندرية ارتبط بالاتحاد السكندري على مدار تاريخ كرة القدم في مصر، ولكن ظهرت أندية أخرى تبع المؤسسات من الإسكندرية أو من نفس المنطقة ومحيطها أصبحت هي اللي الجمهور بيؤازرها ويتابعها لان نتائجها افضل رغم حبه الشديد وعشقه للاتحاد السكندري، بس هي اللي بتشبع رغبته كجمهور كوره عايز يستمتع ويفوز. ممكن بس مش هتلاقيه زي الجمهور الاساسي. يعني هقول لحضرتك الاهلي والزمالك طلعوا،
ظهر أندية كتيرة في القاهرة لم تستطع أنها يعني تاخد تستحوذ. أنت يعني هنا حضرتك بتقول لو الاتحاد مستوى الفني ارتفع ونتائجه اتطورت مرة تانية هيبقى حالة تانية خالص غير أي نادي تابع لأي مؤسسة. يعني حاجة افتراضية لو إمكانيات سموحة وتخطيطها كانت مع الاتحاد كان يبقى الوضع مختلف تماما. كنت تلاقي اسكندرية دي خلاص. أو نفس الأمر أو لو سموحة بما قدم حتى الآن وتميزه فنيا والإمكانات والإدارة اللي بتدير بشكل جيد جدا لو كان معها الجماهيرية. كنا هنشوف ما هو أنت الحاجة. عشان تحصل على الجماهيرية ده انتماء موجود في البلد. يعني أنت مثلا لو جبت الاتحاد عانى كتير. وكل الأندية الجماهيرية مثلا هات تعالى قول له ده ما تشجعش الاتحاد. مستحيل. المصري كان فيه اوقات كتيره بيبقى اللي هو خلاص ده الاهلي والزمالك بالنسبه له يعني ده فريقه اللي هو اتربى على حب وتشجيع النادي ده. هو مش سهل ابدا انك انت تنتزع جماهيره. اعتقد صح. هقول لحضرتك حاجه الاولمبي برغم ان حقق نتائج انما ما قدرش ياخد جماهير الاتحاد صحيح ولا يا بالارقام كنت تشوف حضرتك بتقول اشتغل على دين اشتغل في الوسط طبعاً. الكروي على الاستثمار في الانديه اللي اوريدي عندها جماهير طبعا فده هيساعد على التسويق والنشاط والتواجد الجماهيري وبيع التذاكر اللي حضرتك تعلم ان فيه ده كلام مهم جدا لان ضمن هذه الاشتراطات الاحترافيه المحدده دوليا اللي حضرتك اتكلمت عنها ان اي مؤسسه خاسره لن يسمح لها بممارسه النشاط لا حتى لها التواجد لو كانت حساباتها خاسره دي هتخليك تظبط حاجات كتيره لان انت في الميزانيه هتقول انا صرفت كام وجبت كام لو طبقا للرولز بتاعت الاحتراف هيقول لك لا توقف النشاط يعني انت اي شركه كره قدم تعرضت للافلاس هتخليك تدور على كده وبالتالي احنا محتاجين الجمهور والحضور الجماهير انت محتاج الجمهور احنا ماشيين بطريقه عكسيه شويه ليه مش عارف يعني انا بالعكس انا عندي جمهور يعني انت لو رحت في المنصوره مثلا المنصوره طلعت نجوم كبيره وقلت انا هعمل نادي المنصوره شوف بقى عندك الدقهلية دي قد ايه جماهير تزحف وراءك مهما تدهور حاله اول ما يقول المنصورة هتلاقيه موجودين الناس وهكذا طنطا وهكذا المحلة وهكذا الاندية الاندية الجماهيرية في المحافظات الجماهيرية اللي في المحافظات انت بتعمل حالة اخرى حالة من الرواج والتسويق يعني كلام حضرتك حتى الان اننا لسه بعيد قوي عن تطبيق مفاهيم الاحتراف الحقيقيه في اداره كره القدم في مصر وهقول لحضرتك حاجه مثلا قواعد ان واحد يشتري نادي هل احنا عندنا قواعد واضحه بس في انجلترا واضحه عندنا لا بيعرض مين هو وهل وضعه ايه له تداخل مع هذا طيب خلينا لو حد من اللي بيتابعوا حضرتك دلوقتي بيقول على اساس ايه المهندس شريف حبيب قال انها مش واضحه في مصر يعني من يقطع بهذه المعلومه بالعكس انا مش بختلف مع حضرتك انا بقول كيف نقطع بان هذه المعلومات مش متوفره في مصر انا لا اقطع انا بقول على انا بس اسال على المسؤول لو تعرف هل المعالم الموجودين في هل عندنا لائحه لتحدد قواعد شراء الانديه هل هي واضحه ببنود حسب معلومات حضرتك حتى الان هي مش متوفره انا ما اعرفش هل هي لان احنا ما كانش سابق قوي ما كانت سابقه اولى دي يمكن شويه هل هي واضحه او بتطبق زي الدول اللي عندها يعني هقول لحضرتك حاجه ملاحظه ان انديه انجلترا لا انديه بتصارع هل فقدت جماهيريتها يعني تتفرج في اي مباراه في الدوري الانجليزي مش تلاقيها حاضر الجمهور حتى الفريق الثاني اللي في يعني متذيل الجدول يعني له جمهور هل تخلى عنه لا طبعا ما بيقدرش انا بقول يمكن يبقى الجماهيريه عمله نادره ومهمه جدا لازم الحفاظ عليها في كره انا بقول من الكره يعني اقوى احزاب انا بقول انت ممكن بتحاول في اي حزب خلينا نقول او كده تجذب مؤيدين لك حزب عمال حزب كذا وبتحاول تقول لهم الكره لا ده الكره انت احيانا بيبقى نتائجك وحشه والمشجع بيمشي وراك ويدفع من جيبه ويسافر ويتعب ويبذل المشقه يعني. ولو انت الامور ما مشيتش معاك كويس لا يمكن يسيبك طيب دي مش يعني موجوده الا يعني في كره القدم طبعا صحيح يعني هنا حضرتك بتقول انه الفتره الجايه احنا محتاجين نشتغل على امتلاء الاستادات بالجماهير زي المنظر الجميل اللي شفناه في مباراه الاهلي مع حوريه كوناكري الغيني بالامس واحنا محتاجين ده كجزء اساسي من نجاح منظومه الاستثمار في الرياضه وفي كره القدم في مصر ده ضروري جدا وتبقى في ناس وخريطه معلنه للكل وعارفين احنا ماشيين فيها ايه وتاخد حوار لا مانع يعني انا بحيي التجربه اللي بيعملها النادي الاهلي لمناقشه
لائحة النظام الأساسي. ما أنت في مشاركة وهتسمع أفكار. إحنا الخريطة واضحة للجميع إعلاميا إداريا لائحيا. إحنا رايحين فين؟ إحنا عايزين يبقى عندنا كم نجم؟ إحنا عايزين يبقى عندنا تسويق. أنا هقول لحضرتك نقعد نتكلم في الاستادات. أنا درست الاستادات رياضة وهندسة وشفتها. إحنا بعيد عنها خالص. الاستادات القيمة تعمل 365 يوم. لا يمكن بأي حال من الأحوال تصمم وتنفذ استاد بالطريقة انه يشتغل على مباريات هيخسر 100%. يبقى حتى الآن أيضا الاستادات بوضعنا الحالي خاسرة طبعا. يعني انت دلوقتي عشان تعمل استاد عايز مليار. احسب المليار دول وحطتهم يجيبوا لك فائدة كام؟ هيعمل كام ماتش؟ حط أي رقم مش هيجيب. إنما لو انت عامله هو مؤسسة تدير أحداث رياضية وجميع السادة يمكن عارفين أحسن مني، بس أنا يمكن لما بروح استادات أو دعيت أو شفت أنا بوصله هندسيا وتسويقيا وإداريا. يعني ضرورة من أجل الاستثمار في المزيد من الملاعب والاستادات أن نصل لحلول جيدة جدا في إدارة الأمور الخاصة بالرياضة وكرة القدم في مصر، وإن احنا نرجع بقوة لامتلاء استمرار النشاط بشكل يومي حضرتك بتقول، وامتلاء كمان المقاعد بالجميع. حي حي في كل الأوقات، حي حياة كاملة، مؤسسة بتشتغل كل يوم. يعني انت هقول لحضرتك حاجة، روح أنا حضرت في أحد الاستادات ومش عايز أقول، بينظم لي لقاء مع رجال أعمال على ترابيزة. انت عايز تقعد مع رجال بنوك؟ تعال اتفضل. عاوز رجال استثمار في الصناعة؟ موجودين. هل ده موجود ومنظم؟ هل مين اللي بيشتغل على الكلام؟ أنا هقول لحضرتك في أحد الأفكار عملوها في بازل جميلة جدا، باعوا كراسي تقعد ورا خلف الجهاز الفني اللي مش بأرقام كبيرة، بأرقام كبيرة جدا. فهو قاعد سامع الحوار مدرب وسامع العيد، كم يساوي هذا؟ خلاص بقى هو بيرضي شرائح مختلفة لها قدرات مالية مختلفة بيستثمرها كلها. في أحد الشخصيات كلمني عايز يشوف محمد صلاح. هو هيبقى موجود، اتكلم مع، هيبقى موجود بعد المباراة في المطعم الفلاني فوق، هتدفع فلوس عشان تدخل وتكلمه. بيستثمروا كل حاجة، كل حاجة ليها. هل احنا، انا ما اعرفش سؤال، انا بس محتاجين نبقى عندنا قاعدين ونبدأ، هنبدأ صح هنوصل. يعني النموذج اللي عمله النادي الأهلي حتى الآن وإن شاء الله يستمر وصولا إلى يوم التصويت في الجمعية العمومية يوم 28 من الشهر الجاري، حضرتك بتتمنى تعميم التجربة في إدارة الأمور والتخطيط لمستقبل الأندية بهذا الشكل؟ تمام. مؤكد لو أنت خدت كل عناصر، كل عنصر في اللعبة حطهم قدامك كده، كل عنصر محتاج هذا الإداء. طيب. محتاج تديره كده. الدنيا دي هتتغير خالص. طيب هنختتم بسؤالين في أقل من دقيقة، أسمع رأي حضرتك فيهم. شكل المنافسة، من تتوقع أن يكونوا هم اللي في دائرة المنافسة؟ احنا دائما أبدا الحمد لله بنضع النادي الأهلي في المقدمة بناء على التاريخ والأرقام والحسابات وأمنياتنا طبعا، لكن مين مع النادي الأهلي من وجهة نظر كبطل في الدوري؟ يعني في الدوري هذا يعني منافسة تنحصر بين اللي هو هتبقى الأهلي والزمالك. يعني في اعتقادي ما تخرجش عن الأهلي والزمالك، ما فيش أطراف تانية شايفة قريبة منه. يعني صعب، المنافسة صعبة. نادي بيراميدز تجربة جديدة وليدة، ما تقدرش تحكم على تجربة إلا من نتائجها كلها جديدة، فطبعا ما تقدرش تبني عليه. بس القواعد وكل قاعدة لها استثناء، أكيد. إن أنت عندك عوامل كتيرة للنجاح لا تتوفر حاليا إلا في الأهلي والزمالك. يعني اللي حضرتك شايف إن عندهم القدرات متكاملة، يعني العوامل النجاح كام وارد، وده استثناء. يعني في أحد كان في الدوري الإنجليزي ليستر سيتي أعتقد، يعني لكل قاعدة استثناءات حضرتك لها، وعد قاعدة استثناء بس وعودتنا كرة القدم. يعني حضرتك بتقول المنافسة هذا الموسم هتكون المنافسة التقليدية الأهلي والزمالك، الأهلي ومنافسه التقليدي إذا لم يحدث استثناء غير طبيعي. طيب وأخيرا البطولة الأفريقية، شوار الأهلي وشكل أداء الفريق، معدل التهديف، الشكل اللي ظهر عليه الفريق فنيا وخططيا وتهديفيا في مباراة الأمس، هل نقترب من الفوز بالبطولة الأفريقية؟ أنا شايفه بيتطور، خصوصا مع الجهاز الفني الجديد. إنما يعني يمكن كان الأهلي بيحقق نتائج والجمهور غير راضي عن الأداء، ابتدى يبقى مع المباراة أمس يعني رضي. طبعا عملية التوافق وفهم الإمكانيات، فأنا شايف في تطور
يعني كمصري وكمعاشق للرياضه نتمنى عوده البطوله انها غائبه. وعلى فكره البطوله الاخرانيه كان محمد يوسف وكانت في المقاولين العرب. والمقاولين العرب اللي هو الوحيد اللي استضاف في النهائي كان وقتها كان صعب، كانت فيه احداث كتيره صحيح. وما كانش فيه نادي او استاد حابب يستقبل يتحمل مسؤوليه استقبال. واحنا الحمد لله فاتمنى كنت سعيد جدا ان انا كنت موجود في هذا رئيس النادي وان هو والاهلي كسب كانت 2013 على ما اعتقد. اتمنى نادي الاهلي يحقق البطوله السنه دي ان شاء الله. يعني لا يسعنا الا ان نتوجه بخالص الشكر لحضرتك على وجودك معنا النهارده، المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف سابقا ورئيس نادي المقاولون العرب سابقا، اسعدتنا بوجودك معنا في الاهلي ليله وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا نهايه هذا الحوار، بشكر حضراتكم على المتابعه، ولكن ابقوا معنا، فقراتنا متصله ومستمره ومتنوعه في الاهلي ليله. بعد قليل هيكون في حوار تفصيلي ايضا عن الكثير من الامور المتعلقه باللائحه التنفيذيه لزميلنا العزيز شريف فؤاد مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي. اسمحوا لي انتقل مع حضراتكم سريعا لزميلي امير هشام. بشكرك يا استاذ محمد، وبشكر طبعا المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون السابق على هذا الحوار الممتع والشيق واللي كان مليء بالعديد من المعلومات المفيده بكل تاكيد، بالتحديد من ناحيه الاستثمار، فبالتالي اكيد كان حوار جيد جدا. لكن دلوقتي جه ميعاد فقره مهمه جدا من ضمن فقرات برنامج الاهلي الليله، واكيد هنتكلم عن كل الامور اللي بتخص اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وكل ما يحدث داخل جدران القلعه الحمراء. طبعا يعني في نشوه وفي حاله فرحه كبيره جدا عند كل جمهور النادي الاهلي بشكل عام عقب الفوز الهام جدا بالامس على فريق حوريه كوناكري الغيني بنتيجه 4-0. ان شاء الله هي خطوه ومجرد خطوه بالنسبه للنادي الاهلي في مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا. زي ما كان بيقول كده مهندس شريف حبيب، اخر مره فزنا بالبطوله دي كان 2013 في استاد المقاولون العرب. لو نفتكر طبعا النادي الاهلي كان كسب فريق اورلاندو بايرتس الجنوب الافريقي بنتيجه 2-0 هنا في القاهره، هدفي محمد ابو تريكه واحمد عبد الظاهر، وكنا تعادلنا معهم 1-1 هناك في جنوب افريقيا بهدف ابو تريكه الرائع من ضربه حره مباشره. ان شاء الله بعد 5 سنين كده، يعني فات 5 سنين طبعا على هذه البطوله، ان شاء الله السنه دي بقى النادي الاهلي يقدر ان هو يحقق هذا اللقب الغالي والهام جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. واكيد المشاركه في كاس العالم للانديه هو حلم جمهور النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. طبعا كان في ايجابيات عديده بالنسبه للفريق بالامس، ان شاء الله نتمنى الاستمرار على هذا المستوى وهذه النتائج الجيده وهذا الاداء الاكثر من رائع اللي شفناه من خلال مباراه الامس، رغم الغيابات العديده الموجوده عند النادي الاهلي، لكن خلاص اللاعبين المصابين بيعودوا لاعب تلو الاخر، وان شاء الله يكونوا اضافه قويه للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله. نخش بقى في فقراتنا النهارده، واول تقرير هيكون معانا خاص بالراحل العظيم كابتن عادل هيكل احد رموز حراسه المرمى في النادي الاهلي ومصر بشكل عام. اكيد كان خبر حزين لكل جمهور الكره المصريه والوسط الرياضي رحيل هذه الاسطوره بالامس. خلينا نروح نشوف هذا التقرير عن الكابتن عادل هيكل ونرجع مره ثانيه. فقدت الرياضة المصرية أحد نجومها الكبار التاريخيين الذين كتبوا سطورا من نور في كتاب الكرة المصرية، هو الراحل عادل هيكل. محمد أحمد عادل هيكل من مواليد مركز طما بسوهاج في 23 من مارس عام 1934 لأب مصري. في عام 1946 اكتشف حسين كامل كشاف الأهلي وقدمه لمختار التتش الذي تنبأ لعادل هيكل بأنه سيكون حارس مرمى مصر الأول لموهبته الكبيرة وجسده الفارع وحبه لمركز حراسة المرمى الذي كان يهرب منه أقرانه حتى لا يتلقون اللوم. بدأ عادل هيكل مشواره في الفريق الأول أمام نادي الترسانة وخسر الأهلي يومها ب6 أهداف مقابل هدفين نتيجة لقلة خبرة الحارس الصغير، إلا أن مدربيه صمموا على إعطائه الفرصة لإيمانهم بقدراته، وبالفعل بزغ نجم عادل هيكل كحارس لا يشق له غبار. وصل عادل هيكل للقمة والإعجاز في 3 مباريات،
الأهلي وبنفيكا بطل أوروبا، وفاز الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين. نتيجة لتألق عادل هيكل جاءته عدة عروض احترافية، منها عرض خرافي من نادي جالاتاسراي التركي لكنه رفضه. حقق عادل هيكل مع زملائه الفوز بالدوري 10 مرات وست بطولات لكأس مصر وبطولة الجمهورية العربية المتحدة وبطولتين لدور القاهرة. دوليا كان نجم منتخب مصر الفائز بكأس إفريقيا عام 1959، كما اختير أفضل لاعب في دورة البحر المتوسط في نابولي عام 1963، اختير بين أفضل 10 حراس مرمى في تاريخ القارة السمراء طبقا لاستفتاء مجلة الألعاب الإفريقية الصادرة من باريس. حاولت السينما الاستفادة من شعبية عادل هيكل، فلعب دورين صغيرين في فيلم إشاعة حب وفيلم مذكرات تلميذة، لكنه توقف عن الاستمرار في التجربة لعدم اقتناعه بها. جاءت نكسة عام 1967 ليتوقف نشاط كرة القدم وليعتزل جيل كبير من اللاعبين على رأسهم عادل هيكل رحم الله الفقيد. ربنا يرحم كابتن عادل هيكل، طبعا رمز من رموز الكرة المصرية ورمز حراسة المرمى في النادي الأهلي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه في سيح جناته. شرفت ان انا زرته مرتين في بيته، يمكن كان بيمر بحالة يعني صحية صعبة شوية، لكن ربنا اكيد يرحمه ويغفر له يا رب ان شاء الله. واكيد كل جمهور النادي الأهلي هيفضل يتذكر نجم كبير وأسطورة كبيرة زي كابتن عادل هيكل. نروح لفقرة أخرى من فقرات الأهلي الليلة النهاردة، وهي من تاريخ الأهلي. زي النهاردة كده بالضبط من حوالي 29 سنة يوم 23 سبتمبر 1989 كانت مباراة بطولة الأفرو الأسيوية ما بين النادي الأهلي وبطل أسيا واليابان يوم يوري. طبعا الفريق ده النادي الأهلي واجهه قدر يفوز بهذه البطولة. البطولة دي كانت بتقام على غرار بطولة الانتر كونتيننتال اللي كانت بتقام ما بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا، وطبعا كانت بتسمى بطولة نصف الدنيا. النادي الأهلي قدر يفوز بهذه البطولة. بالمناسبة كده النادي الأهلي فاز بكل البطولات الممكنة اللي شارك فيها على مدار تاريخه. البطولة الوحيدة اللي النادي الأهلي شارك فيها وما خدهاش هي بطولة كأس العالم للأندية، لكن النادي الأهلي شرف ان هو خد البرونزية. لكن ان شاء الله نأمل ان ممكن تحصل، يعني مش حاجة هتكون بعيدة ان شاء الله. نتمنى النادي الأهلي في يوم من الأيام يحقق بطولة كأس العالم للأندية، هتكون دي البطولة الوحيدة اللي ناقصة النادي الأهلي ان هي تخش دولاب بطولات النادي الأهلي. ان شاء الله قريبا النادي الأهلي يقدر يحقق هذه البطولة، وأمال كبيرة ان شاء الله عشان يكون النادي الأهلي فاز بكل البطولات الممكنة على مدار تاريخه كله. خلينا نروح نشوف التقرير ده عن هذه المباراة واللي شارك فيها العديد من النجوم في الحقيقة في هذا التوقيت، سواء كابتن أحمد شوبير، كابتن حسام، كابتن إبراهيم حسن، كابتن هاني رمزي، كابتن علاء صادق، كابتن حمد السيد، العديد من النجوم اللي شاركوا في هذه المباراة. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية. في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر لكن من 29 سنة عام 1989 فاز النادي الأهلي بالكأس الأفرو آسيوي أو بطولة نصف الدنيا التي نظمها الاتحادان الإفريقي والآسيوي تقليدا لبطولة إنتر كونتيننتال التي كانت تقام سنويا بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية. لعب الأهلي البطولة في مواجهة يوميوري بطل آسيا واليابان. كان لقاء الذهاب في طوكيو يوم 2 سبتمبر عام 1989، وحقق الأهلي فوزا كبيرا بنتيجة 3 أهداف لهدف سجل تاكيدا للفريق الياباني في الدقيقة 3 من بداية المباراة، سرعان ما سجل حسام حسن هدف التعادل في الدقيقة 18، ثم تقدم محمد سعد للأهلي في الدقيقة 62 قبل أن يختم حسام حسن أهداف المباراة في الدقيقة 77.
في القاهرة يوم 23 سبتمبر فاز الأهلي بهدف أحرزه نجمه طاهر أبو زيد في الدقيقة 40 بالشوط الأول ليفوز بالبطولة. مثل النادي الأهلي في المباراتين ثابت البطل أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، إبراهيم حسن، حمادة صدقي، هاني رمزي، محمد سعد، بدر رجب، عادل عبد الرحمن، عمرو أنور، علاء ميهوب، طاهر أبو زيد، محمد عبد الجليل، حسام حسن، أيمن شوقي، وطارق خليل. طبعا دايما يعني في العديد والعديد من الذكريات السعيدة لكل جمهور النادي الأهلي من خلال الفوز بمختلف البطولات اللي شارك فيها الفريق سابقا، وإن شاء الله خلال الفترات الكبيرة المقبلة يقدر النادي الأهلي يحقق العديد والمزيد من كمان البطولات اللي بتسعد دايما كل جمهور النادي الأهلي وجمهور الكرة المصرية بشكل عام. خلينا نخش بقى داخل النادي الاهلي ونشوف ايه اللي بيحدث، وخصوصا جزئيه اللائحه ومشروع لائحه النظام الاساسي. واحنا زي ما احنا عارفين خلال الفتره الماضيه مجلس اداره النادي الاهلي كان بيشتغل على هذا الموضوع بشكل كبير جدا، وكان في مشروع لائحه النظام الاساسي وتم عرضه على اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، وكمان تم طرحه للتواصل مع الاعضاء وجمهور النادي الاهلي من خلال زي ما احنا عارفين كان في بريد الكتروني كده، وكان في تواصل وكان في تعديل لبعض الامور، وكانت بصراحه مبادره جيده جدا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي إن يسمع آراء واستنتاجات وكل ما يدور بأذهان أعضاء النادي الأهلي وجمهوره نحو مستقبل أفضل دايما للنادي الأهلي من خلال لائحة تكون خاصة به، ويتم طبعا التخلي على اللائحة الاسترشادية اللي بيمشي من خلالها النادي الأهلي حتى هذه اللحظة. إن شاء الله في ميعاد مهم جدا يوم الجمعة القادم يوم 28 من الشهر الحالي، يجب إن شاء الله بإذن الله ومطلوب من كل أعضاء النادي الأهلي التوافد على مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان يصوتوا على لائحة النظام الأساسي ويدلوا بصوتهم في هذه الجزئية بتحديد. ومهم جدا يحضر عدد كبير جدا، وسابقا زي ما احنا عارفين 12500، ان شاء الله عدد اكتر من كده كمان هيكون متواجد يوم الجمعة القادم، فبالتالي شيء مهم جدا بالنسبة لمستقبل النادي الأهلي بشكل عام وبالنسبة لأعضاء النادي الأهلي بشكل خاص. طبعا زي ما احنا عارفين كان في لقاء لمجلس الاداره مع فريق الصباح احد المجموعات طبعا الجميله والراقيه داخل النادي الاهلي، وكانوا بيتكلموا طبعا عن مشروع لائحه النظام الاساسي، وكان في بعض التعليقات من اعضاء فريق الصباح. خلينا نروح نشوف هذا التقرير وقالوا ايه عن مشروع لائحه النظام الاساسي ونرجع مره ثانيه. المفروض تاريخ النادي الاهلي لابد ان احنا نحضر باكبر عدد ممكن عشان نعبر ونوضح للناس كلها ان النادي الاهلي نادي كبير ونادي عريق وهو نادي القرن، فلابد ان احنا تواجدنا يعبر ويفصح عن اراده النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي في وضع اللائحه التنفيذيه للطريق باسم النادي الاهلي. كلنا للاهلي حياتنا وروحنا وقلبنا، وبندعو الاعضاء الجمعيه العموميه لفعلا اقرار دستور الاهلي مش اللائحه. احنا بنقول اقرار دستور الاهلي، ده النهج اللي هيمشي عليه النادي الاهلي الى ما شاء الله ان شاء الله، وده بنفسكم وتعاونكم. مجلس الاداره كان عامل في كل التجمعات، عامل مكان لاستقبال المقترحات والتعديلات ديت، وهم طبعا وافقوا عليها، واللي كان فيه لصالح النادي الاهلي ان هم وافقوا عليها، واحنا برضو كفريق الصباح برضو كان لنا مقترحات وبعتناها لهم وتوافق على اللي هي تناسب الاهلي. فانا بايد محمود القطيف في كل اللي هم عملوه، واللائحه المعدله انا شايف ان هي في صالح النادي الاهلي وفي صالح الاعضاء، حاجه محترمه جدا بعد التعديل طبعا. وطالما كابتن الخطيب هو موافق، احنا موافقين، احنا اصلا حابين كابتن محمود الخطيب، وده راجل رئيس مجلس اداره النادي، وبدا يدخل يعني ايه ينمي المبادئ والقيم والاخلاق بتاعت النادي الاهلي، فهو ده كابتن محمود الخطيب، هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا بنعمله عشان قافله النادي الاهلي تسير. احنا النهارده موجودين فريق الصباح الكوتش حسين عناني لتأييد كابتن محمود الخطيب في لائحه النادي الاهلي الجديده، واحنا
مع النادي الاهلي في اي حاجه باذن الله. طبعا ده يوم لطيف جدا ان احنا نرتقي بالكابتن بيبو، ده رمز من رموز الاهلي، يعني فعلا شرف لنا ان احنا نلتقي بالكابتن بيبو، ان شاء الله نسنده في اللائحه، لان احنا قدمنا ارائنا فيها وهم يعني غالبا وافقوا على كل ارائنا، وان شاء الله تكون مقابله لطيفه وتكون جمعيه لطيفه ان شاء الله. هي صادره كمان لصالح جميع اعضاء الاهلي، وبنادي لكل عضو في الاهلي لازم يجي يوم 28 يحضر ويقول رايه سواء بالقبول او الرفض، بس طبعا انا برشح القبول لان اللائحه ممتازه وليس بها اي عيب او ماخوذات او اي شيء يشوبها، يعني كويسه جدا واحنا ايدناها، ومبروك ان شاء الله بالنجاح باذن الله. ويوم 28 اللي هو الجمعه الجايه باذن الله هيكون في الانتخابات لتاييد اللائحه، وهنوافق باذن الله. وده فريق الصباح من الفرق يعني اقدم الفرق موجوده يعني في النادي الاهلي. من قلبي بهنيه على اللائحه ديت، وطبعا كلنا موافقين عليها وبنهنيه من قلبنا، والف الف مبروك مقدما يا كابتن محمود الخطيب، يا اسطوره، يا علامه من علامه مصر، وعايزين نقول لك متشكرين على تعبك وجهدك في النادي الاهلي. احنا جايين النهارده بنقول لهم متشكرين جدا، واحنا معاك وكل فريق صباح وعدده فوق الاربع وخمس الاف فرد معاك يا كابتن الخطيب ومع اللائحه، وكلنا بنؤيد ونشارك في الموافقه على هذه اللائحه العظيمه اللي اعتقد انها ممكن تقعد مدى العمر، يعني مدى الحياه على ما هي عليه كده وفقا للتعديلات اللي تمت فيها. طبعا تقرير جيد جدا، وكان مهم جدا التواصل من قبل مجلس اداره النادي الاهلي مع اعضاء النادي الاهلي بشكل عام علشان يسمعوا رايهم ومقترحاتهم بخصوص لائحه النظام الاساسي. وفي الحقيقه اللائحه دي مش معموله عشان شخص معين او عشان مجلس معين، اللائحه دي معموله عشان طبعا اعضاء النادي الاهلي بشكل عام، علشان دستور النادي الاهلي ان شاء الله يقر خلال المرحله المقبله ويصير من خلاله النادي الاهلي خلال فترات كبيره مقبله. فبالتالي اكيد شيء مهم ومميز، وواضح جدا الوعي الكامل عند اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي وضروره الحضور ان شاء الله يوم 28 من الشهر الجاري بمقر النادي الاهلي في الجزيره عشان يدلوا بصوتهم في لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، وده طبعا بعد مداولات عديده مع اعضاء وجمهور النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، وكان شيء مميز جدا بصراحه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. لسه الكلام عن اللائحه مخلص، لسه مكملين معاكم فقراتنا في برنامج الاهلي الليله زي ما احنا عارفين، مستمرين معاكم ان شاء الله لغايه الساعه 10، لكن الفقره المقبله فقره غايه في الاهميه، وهي فقره اللائحه ايضا مع الاستاذ شريف فؤاد، واللي هيستضيف فيها ضيفنا العزيز طبعا الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بالتحديد مش بيظهروا كتير في التلفزيون، فبالتالي ده شيء مميز جدا خلال المرحله دي، وشيء حصري اكيد لقناه النادي الاهلي ان جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي يسمعوهم ويسمعوا ارائهم بخصوص اللائحه خلال هذه الفتره بالتحديد. فبالتالي اكيد هيكون لقاء مهم وشيق وممتع جدا مع استاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. نروح سريعا لزميلي العزيز استاذ شريف فؤاد. يا استاذ شريف مساء الفل عليك. مساء الخير يا امير، وبشكرك شكرا جزيلا على هذا العرض القيم وعلى تقديمتك الحقيقه ووعيك بأهمية هذه اللائحة التي تصنع مستقبلا وقفزة ونهضة كبيرة للنادي الأهلي كما هذا التاريخ العتيد والمجد التليد كما نقول. شكرا ليك، وبالفعل أعزائي المشاهدين إنه بقيت ساعات أو أيام قليلة عن حدث تاريخي آخر يفصل النادي الأهلي وأعضاء جمعياته العمومية عن التأريخ لمرحلة
أخرى من مستقبل هذا النادي، كما ذكرنا هي قفزة كبيرة للتصويت على هذا الدستور، على لائحة النظام الأساسي التي صيغت بعناية فائقة وبأيدي أبناء النادي الأهلي. عندنا لقاء مهم جدا النهاردة مع واحد من الترزية إن صح التعبير من أبناء الأهلي اللي تربوا منذ الصغر وكانوا من الشباب اللي دخلوا مجلس الإدارة وهم في العشرينات من العمر، وبالتالي أصبح هناك تراكمات إدارية كبيرة جدا، وآن الأوان أن يعني يقدموا كل خبرتهم إلى مصلحة ولخدمة نادينا العريق. ضيفي هو الأستاذ إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، برحب بكم. أهلا بحضرتك أستاذ شريف، أهلا بحضرتك وبكل العاملين في القناة، أهلا بجماهير الأهلي العريقة كلها اللي بتتابعنا النهاردة، وبنبارك لها على ماتش مبارح الحمد لله، وربنا يكملها على خير بإذن الله. واهلا طبعا باعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي احنا هنختص بالحوار معاهم النهارده، وهنرد على كل استفساراتهم، وهنشرح كل ما تعلق باللائحه اللي كلنا مع بعض بذلنا مجهود عشان تطلع بالمنظر المشرف اللي طلعت بيه، ونرد على اي استفسار او اي شكوك او اي حد لو لسه متارجح في رايه او عايز يعرف على حاجه معينه. ان شاء الله ربنا يوفقنا في حلقه كويسه باذن شاء الله. ان شاء الله. البقاء لك كمان في العظيم الراحل كابتن عادل هيكل، يعني الذي رحل عن دنيانا بالامس، بندعو المولى سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذوي الصبر والسلوان قيمه وقامه كبيره. طبعا كابتن عادل من الناس يعني الواحد اتربى على ايديها جوه النادي، وعارف يعني ايه نادي الاهلي وقيمه نادي الاهلي، حب نادي الاهلي، ربنا يرحمه ويصبر اهله ويصبرنا جميعا، لكن هي دي سنه الحياه وربنا يكرمه. عايز اقول لك كان في تاثر بالغ، والحقيقه ان انا غلطت امبارح قبل الماتش لما تلقيت الخبر وبلغت كابتن محمود الخطيب، فتقريبا طول فتره الماتش وطول الليل كان زعلان جدا وبقي متوتر بشكل كبير وفي حاله حزن على فراق الكابتن عادل الهيكل. وطبعا مجلس الاداره كله كنتوا حريصين على حضور الجنازه والعزاء ان شاء الله يوم الاربعاء في مسجد عمر مكرم نكون كلنا موجودين، وده دي عيله الاهلي لما بنفقد عنصر او عضو منها الكل الحقيقه بيتداعى وبيكون في حاله تاثر، خصوصا مثل هؤلاء العظماء اللي بيسهموا في مسيره النادي. فرحم الله الكابتن عادل الهيكل وجزاه عنا خير الجزاء يعني. طيب استاذ ابراهيم، ببساطه شديده لانه حضرتك كمان رئيس لجنه الشؤون العضويه المفوض من مجلس الاداره لموضوعات العضويه ومساعده الاعضاء وما الى ذلك، البعض بيقول هو النادي الاهلي بيعمل ايه وبقالهم شهرين واجعين دماغنا ولايحه وحوار مجتمعي ومش عارفين يعملوا لايحه وانا عملت لايحه في ربع ساعه حاجات كده، يعني هو صحيح النادي الاهلي خد وقت طويل ليه في اعداد هذه اللائحه يعني؟ لا انا بس اصحح لحضرتك المعلومه، احنا ما خدناش شهرين، احنا خدنا من 6 ل 8 شهور عشان نطلع اللائحه دي. من 6 ل 8 شهور. ليه؟ لان ده النادي الاهلي ولان دي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، فلما يتعمل لها حاجه يتعمل لها حاجه محترمه تليق بيها، تليق باسم النادي الاهلي، بتاريخ النادي الاهلي، بعراقه النادي الاهلي، بجمعيته العموميه اللي على مر التاريخ كانت مضرب للامثال. لازم نتعب عشان نبقى عند حسن ظنهم. يا سلام. خدنا عهد على نفسنا من قبل ما ربنا يوفقنا في الانتخابات ان احنا قبل سنه او خلال السنه الاولانيه هيكون عند الجمعيه العموميه نعرض عليها لائحه ونظام اساسي للعمل يليق باسم النادي الاهلي، ويحل محل لائحه او اللائحه الاسترشاديه اللي هي كانت مقرره من اللجنه الاولمبيه. فده اللي اشتغلنا عليه، ويمكن حضرتك كنت طبعا من الناس اللي حضرت معانا اجتماعات كتيره واللجنه المركزيه، ازاي كابتن محمود وكل اللي موجودين كانوا مصممين ان العمل ده يطلع في النور للنور في الوقت اللي حددناه للجمعيه العموميه. فده واقع احترامنا، وده الاحترام والموروث المتبادل اللي ما بيننا ما بين الجمعيه العموميه، اللي ما بيننا ما بين جمهورنا. اخذنا على كده في النادي الاهلي، لما نعمل حاجه نعملها صح ونعملها بما يليق باسم وتاريخ النادي الاهلي وطبقا للمصلحه الحاكمه للنادي الاهلي. ما فيش حاجه عندنا اي حاجه شخصيه الحمد صحيح. لله. وما ينفعش تعمل لائحه وبعدين تغيرها وتعمل وتقوم قايل لا، يعني طبعا مع الزمن هتحتاج تغير اللوائح لان اللوائح دايما كده، ده نمط سنة الحياه. بمجرد الانتهاء منها يا استاذ ابراهيم، مجلس اداره قرر انه يعني يتم فتح حوار مجتمعي حول اللائحه، وبالفعل من 12/8 حتى الان هناك حوار
حتى أصبحت لدينا الآن وثيقة مهمة جدا وهي اللائحة في صورتها النهائية اللي هيتم التصويت عليها إن شاء الله. وأنا عجبني جدا الصورة كمان اللي في الخلف اللي هي جايبة صورة الأول جامعة عمومية للنادي الأهلي أو المؤسسين سنة 1907، حاجة عظيمة جدا يعني. هو ده النادي الأهلي وهو ده اللي بنستمد منه على فكرة، روح النادي الأهلي سواء في أي قرار بناخده أو إحنا قاعدين في مجلس إدارة أو إحنا بنناقش أي حاجة، بنحاول نحافظ على اللي حضرتك التاريخ والاسم اللي حضرتك وريته للجمهور دلوقتي وللناس كلها. طيب بتستقبلوا ازاي الانتقادات اللي وجهت للائحه، خصوصا لما تيجي من اشخاص مش اعضاء جمعيه عموميه او لهم علاقه بالنادي الاهلي؟ يعني ابناء النادي من حقهم يقولوا ويدلوا بدلوهم، والحقيقه الناس كلها سعيده بحاله الحوار متفق او مختلف، وشفنا حاله فريده من نوعها، لكن ناس ما لهاش علاقه بالنادي الاهلي وليست اعضاء فيه وربما تكون في انديه منافسه مثلا تطلع تنتقد او يوجه سلبي. اولا احنا نزلنا المشروع اللي في الاول او المشروع اللي نزل للناس وكان الغرض منه استقبال النقد واستقبال الكلام ووجهات النظر. احنا مش منزهين حضرتك، اي لائحة ده اجتهاد بشري يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ويحتمل وجهة النظر، دي وجهة نظرنا، فكنا محتاجين نسمع وجهة نظر قطاع عريض من الأهلوية. القطاع المهم من الناس طبعا الجمعية العمومية اللي أنا بوجه لها اللائحة دي، لأنها ده نظام إدارة النادي داخليا وفي جزء طبعا يمس الجماهير، إنما كنا محتاجين نسمع ده. وقلنا إحنا من أول يوم وإحنا بنمهد أو إحنا جايين لمجلس إدارة قلنا إن إحنا في حاجة جديدة بنقولها اسمها عائلة النادي الأهلي. عائلة النادي الأهلي بتضم كل الناس اللي موجودة في منظومة النادي الأهلي، الجمعية العمومية بكامل هيئتها، مجلس الإدارة، العاملين والموظفين اللي أنا بشكرهم جميعا على فكرة. صحيح. حضرتك الناس كتير قوي شكرت في النظام العضوية والحاجات التطويرات، ده الفضل الأساسي يرجع للعاملين في النادي الأهلي والعاملين في قطاع الاشتراكات والناس المسؤولة عن القطاع ده، وبشكرهم شكر جزيل لأن هم اللي قالوا لنا نبض الناس وقالوا لنا إيه المشاكل اللي واجهتهم، حاولنا بقدر الإمكان إن احنا نتلاشاها. فوجئنا بقى بتفاعل تاني جديد اللي هو جاي من الجماهير اللي هي مرتبطة بالنادي الأهلي، أصل النادي الأهلي ده أستاذ شريف ده ارتباط يعني مش عارف أقول إيه يعني بالظبط، يعني زي ولادك كده يعني، ده ارتباط ما ينفعش ولا يباع ولا يشترى ولا يتاجر به، فاللي مرتبط بالنادي الأهلي مرتبط بيه واللي بيحب النادي الأهلي واللي بيحب ناديه منتمي ليه مهما حصل أي حاجة. ففوجئنا إن الناس بتقول طب حاولوا كذا وعملوا كذا، وفي مستشارين طبعا أجلاء أبدوا وجهات نظرهم وقالوا وجهة نظر قانونية من الناحية القانونية، في ناس غير أعضاء قالوا وجهة نظر في حاجات معينة تمس النادي الأهلي ككيان، في ناس قامات اقتصادية قامات فنية ليسوا أعضاء بالجمعية العمومية إنما كان نفسهم يدلوا بدلوهم في لائحة نظام أساسي للنادي الأهلي، عشان ده شرف إن حضرتك تقول في يوم الأيام أنا قلت رأيي أو ساهمت ولو حاجة قليلة في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. كان في فكرة أعتقد أن الناس اللي هتشارك في هذا اليوم وإحنا متوقعين أن هم يكونوا أفواجا يعني وإن شاء الله نوصل 20,000 ونزيد، ممكن إزاي أنا أقول لأولادي مستقبلا أنا ساهمت في صناعة هذا الدستور؟ ما فكرتوش في حاجة مش يعني نكرم بها الناس نعلم بيهم الناس يعني علشان نخلق نوع من التحفيز كده؟ طبعا في أفكار كتيرة اتطرحت، و يعني يمكن كابتن محمود الخطيب كان اتكلم في حاجة زي كده، بس أنا مش هقدر يعني تفصح عنها يعني أفصح أكتر من كده لأنها لسه بتناقش في مجلس إدارة، وحضرتك عارف إن مجلس إدارة ممتد لحد ليلة الجمعية العمومية، وسيتم اتخاذ قرار إن شاء الله عشان نحسس الناس دي انها في يوم من الايام بعد سنين طويله تقول لاولادها انا شاركت في الجمعيه العموميه دي، انا قلت رايي على فكره اللائحه دي انا كنت موجود فيها. فهنحاول نميز الناس دي طبعا، وهنحاول يبقى في حاجه بنفكر فيها وان شاء الله هنفصح عنها عندما يتم اتخاذ القرار كعهدنا دايما في قرارات النادي. طيب الأهلي. خلينا اخد حضرتك كده في بعض الملفات والقضايا اللي ما بنزهقش من الحديث فيها علشان نشوف ازاي اعضاء الجمعيه العموميه صنعوا لائحتهم بايديهم، بالاضافه لما تود ان تطرحه حضرتك. عايز حضرتك عن بعض العناوين، ابرز التعديلات، نبدا الاول كيف حافظت لائحه النظام الاساسي على حقوق المراه وسوتها بالرجل واعطتها حقوقها في وقت كانت الحقيقه اللائحه الاسترشاديه وبعض اللوائح لا تعطي المراه. طب استاذ شريف انا بس قبل ما ندخل في الحته دي عايز اقول حاجه، احنا اللائحه دي احنا عملنا مجهود فيها كبير قوي جميعنا،
مجلس الإدارة، جميع المشاركين، السادة المستشارين. وهاخد من كلمة كابتن محمود خطيب اللي هي مرفقة مع اللايحة للجمعية العمومية، آخر سطرين فيها بس اللي هي بتقول: فالحق لكم أن تقروا هذا المشروع فيصبح هو لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، أو أن ترفضوه فيستمر النادي الأهلي في السير على اللائحة الاسترشادية. إحنا عملنا اللي علينا واجتهدنا بقدر ما ربنا وفقنا، وقدمنا منتج أزعم أنه محترم وأنه يكون معيار للوائح في مصر لبقية الأندية. بس إحنا ما بنجبرش الجمعية العمومية، إحنا كل رأي الجمعية العمومية يحترم. لو الجمعية العمومية وافقت هنشكرها ونقول لها شكرا قدرتي، ويبقى إحنا كنا عند حسن ظنكم. لو رفضت هنشكرها ونقول لها أنت اديتلنا إضاءة أن إحنا محتاجين نبذل مجهود أكتر. ففي جميع الأحوال أهم حاجة تهمنا تواجد أعضاء الجمعية العمومية، وأن هم يشرفونا وأن هم يقولوا رأيهم ويساهموا معنا زي ما ساهموا في الآراء. طبعا ناديهم وهذه قضيتهم يعني. طبعا نرجع بقى اللايحة بصفة عامة، أو اللايحة في حتة العضوية بصورتها النهائية، هي مستنبطة من روح القانون على فكرة، ومن أن القانون بالأمانة على قد ما كان فيه مشاكل وقد فيه ما قلنا أن فيه بعض الأخطاء اللي في التطبيق ظهرت، لكن كان فيه ميزة أساسية، وهي أن القانون ادى حرية مطلقة للجمعيات العمومية انها تقرر مصيرها وانها تحدد كل حاجة. وبناء عليه كان عندنا من المتسع كبير قوي ان احنا نشوف ايه المشاكل اللي قابلتنا. يعني انا يمكن كنت عضو مجلس ادارة سنة 2000، ومن سنة 2000 لحد ما رجعت تاني النهاردة في مشاكل كتير كنا بنوقف عاجزين عن حلها. مشاكل دايما متصلة بحتة العضوية والأعضاء، لأن ده الحاجة الرئيسية اللي بتمسهم، وده الارتباط الدايركت أو المباشر مع النادي. ففي مشاكل كتير، في مشاكل كانت عند المرأة، يعني ما يصحش ان انا ابقى انا عضوة النادي الاصلية ومدخلة جوزي، وبعد ما دخله ابقى عضو عامل بس يتابع ليه وتنازل عن عضويتي ليه. فدي حاجة قلنا لا، المرأة دي شخصية مستقلة فهي لما تدخل جوزها يبقى جوزها هو اللي تابع ليها. جوزها دخلها تبقى هي تابعة ليه بالظبط كده. في الحالتين المنطق يبقى هو في معاملة هنا بالمثل. الراجل زي الست. وعلى فكرة وحدنا كل الأنظمة في التحويل بالنسبة للأبناء والبنات، فيما عدا بس ادينا ميزة للبنات ان البنت لو مش متجوزة ووالدها اللي بيعولها فوق سن 25 يقدر يضمها على عضويته، بس هتفضل تابعه بقى عضويه تابعه، لما تيجي تفصل هتدفع فلوس. لكن ادينا له فرصه ان البنت ليها مكانه في المجتمع المصري، فادينا فرصه في 21 او 25. طب افرض هو جه بعد 25 ما سنه فصلش. ما فصلش، لا جت هو اساسا عمل عضويته وبنته اكبر من 25 سنه يضمها. انا كنت مدي للشقيقه انه يضم حق الشقيقه، طب ما البنت اولى، فادينا فرصة انه يضم بنته اللي اكبر من 25 سنة الى ان تتزوج فتصبح مسؤولة من شخص تاني، عضويتها تتفصل بقى تاني. فادينا للمميزات كتير. عشان افهم النقطة دي يا فندم، يعني شخص ما تقدم لعضوية النادي الاهلي وبنته اكبر من 25 سنة قبل كده في حضرتك هتعمل لها عضوية تابعة، مفيش مشكلة. قبل كده كانت سبعة بتدخل خالص، ما كانتش بتدخل النادي. عظيم. وعندنا مشاكل لحد النهارده. يعني فهو كان العضو يقول لك طب انا بنتي دي بنت، لو ولد هو مسؤول عن نفسه ويعمل عضوية، لكن دي بنت اعمل فيها ايه؟ فخليناها تدخل عضوية تابعة ليه الى ان تتزوج، تنفصل هي بقى. طيب ما بقاش ليها الحق على سن 28 29 30 تزوجت، واحنا عارفين بنات بتاخروا دلوقتي، تبقى مسؤولة عن من تنفصل زوجها، تنفصل بقى لو جوزها مش عضو في النادي. خلاص هما الاثنين ما يبقوش اعضاء. لا هما الاثنين ما يبقوش اعضاء. انا اديتها ميزة مؤقتة عشان والدها هو اللي بيعولها. فدي وانا بعتقد انه ما فيش حد هيجي يعمل عضوية، يعني اب في الستين وبنته عندها 25. لكن شيء جميل برضو ان انتوا تبقوا حتى ده حالات قليلة حريصين عليه. خلي بال حضرتك يا استاذ شريف من حاجة، الشؤون العضوية دي انت بتحل مشاكل او مداخلات انسانية. المداخلات الانسانية دي متشابكة، ويعني زي ما بيقولوا يعني احتمالياتها كبيرة جدا، ما اقدرش احصرها. بقدر الامكان قدرنا نحصر حالات كتيره وقدرنا نحلها. يعني في حالات مثلا انا هقول لحضرتك، انا معايا حاله
بدون ذكر اسامي لولد وطفل صغير. اهي طفل صغير. الطفل ده كان والدته كانت عضو تابع لوالدها رحمه الله عليها. الطفل ده والدته توفت وهي بتولده. لا حول ولا قوه الا بالله. وما كانتش ما كانتش فصل ما كانتش عضو عامل. وبالتالي جوزها ما بقاش عضو عامل. فالست بقت بره النادي. سوري اسف طفل. جوزها بقى بره النادي والطفل. وبناء عليه الطفل اتقدموا بطلب عشان ينضم على عضويه الجد والجده. فالنهارده العضويه دي اتعملت له اعتقد في 2015 او 2016 بعد اللائحه الاسترشاديه. جم يجددوا قالوا له لا ده مش ده خلاص مش عضو ولا يسمح له بدخول النادي. طبقا دي حاله انسانيه احنا كنا بنقابلها وما كناش بنلاقي لها حل. طب دي تتحل بعد لحد سن 25 جنيه بعد اللائحه هيرجع الولد ده ان شاء الله وياخد عضويه ثانيه ان شاء الله باذن الله. فاحنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نراعي الابعاد الانسانيه، نراعي ايه اللي الاعضاء محتاجينه، نراعي الظروف اللي بتحصل. في حاجات كتيره متشعبه، طبعا ما اقدرش ارضي جميع الاسواق، ما فيش حاجه تقدر ترضي الناس كلها. هو رضا الناس غير لا تدرك عموما. بالظبط. لكن كده. انت بتجتهد في ان انت تصل الى الامثل يعني. وبقدر الامكان اللي هو لا يتعارض مع القانون، لا يتعارض مع اللوائح، ولا يتعارض مع يعني ما يضرش الاعضاء. ده اللي حاولنا فيه او دي الفلسفه اللي اشتغلنا بيها. طبعا عايز ارجع برضو وعلق لان في ناس كتيره قرت اللائحه وتمعنت فيها وشافتها وادركت الفلسفه اللي احنا قمنا او حطينا اللائحه على اساسها، وهي ان احنا ما حطيناش مبالغ معينه في رسوم اللائحه. طب ليه ما عملناش الكلام ده في رسوم العضويات وتحويلها وان انا اكتب مبالغ محدده؟ ليه؟ لان الحاله الاقتصاديه ودي حاسينها كلنا في حاله تضخم. لو حطيت مثلا 1000 جنيه او 3000 جنيه النهارده ممكن بعد 10 سنين المبلغ ده يبقى قليل جدا. في نفس الوقت العضويه سعرها بيزيد جامد جدا، فلو حطيت 5% او 10% ممكن المبلغ لو العضويه وصلت لرقم كبير يبقى المبلغ مبالغ فيه. عشان كده قلنا طبقا لما تنص عليه اللوائح والقرارات المنظمه لشؤون العضويه. اللي مجلس الاداره ممكن يعملها بقى وقتها بالظبط كده من آن لاخر يعني. بالظبط. ففوجئنا يعني انا فوجئت بايه يعني بعض الانتقادات. طبعا في انتقادات لكن ممكن تكون عشان ما كانتش الصوره واضحه بالنسبه لهم. يعني احد الانتقادات قال لك ما طبعا عشان يطبخوا اللوائح، يطبخوا اللائحه الماليه بتاعتهم ويطبخوا اللوائح. فانا بقى اللائحه الماليه بالذات حضرتك وضح لنا. انا اللي عايز اقوله ان اللائحه الماليه هي منبثقه من اللائحه الماليه الموحده للانديه الرياضيه اللي منبثقه من قانون الرياضه اللي انا ما اجتهدتش فيها. بالظبط. وهي واللائحه واللي تحتها لائحه العضويه هي لوائح يتم اعتمادها من الجمعيه العموميه. فحضرتك في الاخر صاحب القرار. طب ليه احنا طلعناها من هنا من اللائحه الاساسيه حطيناها في اللائحه الماليه؟ لان اللائحه القانون للاسف بينص على ان عشان اغير لائحتي الاساسيه لازم جمعيه عموميه غير عاديه، لكن اللائحه الماليه المنظمه للشؤون اليوميه واللائحه ولائحه النظام العمل والكلام ده كله اقدر اغيرها بجمعيه عموميه عاديه. يعني لو شفت حاجه السنه الجايه اجيلهم اجي واقول الجمعيه العموميه العاديه اللي بعد الجمعيه العموميه غير عاديه دي ممكن اعرض فيها اللائحه الماليه. لكن في الاخر اي حاجه تمس شؤون العضويه، عدد العضويات، سعر العضويات، الاشتراكات الجديده، زياده الاشتراكات، الرسوم، كل ده هيبقى في اللائحه الماليه للنادي الاهلي تحت بند الاشتراكات ولا يعتمد الا باعتماد الجمعيه العموميه. يعني لا يفعل غير باعتماد الجمعيه العموميه. ففي الاخر الجمعيه العموميه هي صاحبه القرار. لو شافت اللي احنا بنقترحه عليها صح هتنفذه، ما شافتوش هيبقى افهم انه مجلس الاداره ومعدي اللائحه كانوا حريصين على تعظيم دور الجمعيه العموميه حتى لو كان على حساب او انتقاص صلاحيات وتقليص صلاحيات مجلس الاداره. يا استاذ ابراهيم بصراحه جاوبني يعني اقول لحضرتك بمنتهى الصراحه ده الحجر الاساسي اللي بنينا عليه اللائحه كلها. اولا حضرتك احنا نصا في اللائحه بنقول ان الجمعيه العموميه هي اعلى سلطه حاكمه داخل النادي الاهلي. ده نمره واحد. وبناء عليه هي صاحبه القرارات. احنا كنا شايفين مثلا ان التعديل لو الجمعيه العموميه مقترحاه
الجمعية العمومية هي المقترحات لازم تكتمل الجمعية العمومية غير عادية عشان تعتمده، لكن لو مجلس الإدارة مقترحه يعتمد. قالت لا أنا اللي بعتمد كل حاجة، وافقنا ونزلنا على رأي الجمعية العمومية وقلنا في جميع الأحوال لو جمعية ما اكتملتش أو ما اعتمدتش انتهى الموضوع هو قرارها. هقول لحضرتك حاجة يا أستاذ شريف، في مادة كانت ذكرت برضو في المشروع الأولاني بتقول أن العضو ملتزم داخل وخارج النادي، ويعني عايز أقراها لحضرتك بالضبط معلش في المشروع القديم. أنا بقى هقراها لك من حتة تانية. أولا يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يضعها، فإذا خالف عضو الأحكام هذا النظام الأساسي أو التعليمات واللوائح وقرارات يصدرها مجلس الإدارة أو وقع منه ما يمس بنظام النادي أو حسن سمعة العضو سواء كان ذلك داخل أو النادي أو خارجه. دي أنهي لائحة فن؟ أنا بقرأ لحضرتك من لائحة 2014 مادة 111. لائحة 2017 يعني 2014 ده كابتن حسن حمدي، كابتن حسن حمدي، و17 المهندس محمود طاهر، مهندس محمود طاهر. كل الاحترام والتقدير طبعا للسادة طبعا طبعا. أحكام القانون أو لائحة النظام الأساسي أو التعليمات واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة وقع منه ما يمس بنظام النادي أو حسن سمعة العضو سواء كان ذلك داخل النادي أو خارجه يعاقب بالعقوبات المقررة في المواد كذا. دي لائحة 2017 مجلس إدارة المهندس محمود طاهر. اللائحتين دول اعتمدوا من الجمعية العمومية وتوافق على البند ده، ولم تعتمدوا من الجهة الإدارية يعني جمعية العمومية. النهاردة لما فتحنا حوار مجتمعي الناس قالت لك يعني ايه خارج وداخل النادي، يعني انت تعمل حسابي خارج وداخل النادي، في حين ان احنا كان المقصود ان انا بحافظ على سمعة النادي وبحافظ على شكل. وعلى فكرة في ناس اعترضت ان اللائحة ان البند ده يتشال وقال لك النادي الاهلي مميز في الحتة دي، بس الاغلبية قالت يتشال. فلما عملنا الحوار المجتمعي نزلنا على رأي الجمعية العمومية ونفذنا ده وشلناه، رغم ان هي نفس الجمعية العمومية اعتمدت ده في 2014 و2017. بس عشان دي ميزة الحوار بس واحترام الجمعية العمومية، ودي حاجة جديدة على إنما مجتمعنا. مع كل تقديرنا في المرتين اللي فاتوا تم تقديم ال مع احترامنا للمجالس اللي موجودة طبعا، واحنا بنينا عليهم على فكرة يعني احنا بنينا على لائحة 2014 تم الاستفادة من 14 و17 والاسترشادية. فأنا قصدي أقول لحضرتك احنا النهاردة المجلس عمل حاجة جديدة ويعني رسخ حاجة جديدة وهي الحوار المجتمعي. ازاي الحوار المجتمعي ده بيخليك توصل لحاجة كلنا نبقى متفقين عليها وكلنا نبقى راضيين عنها لاننا شاركنا فيها وهناخد برأي الأغلبية فيها. عظيم. طيب اذا كده فيما يتعلق بالمرأة تم مساواتها تماما بالرجل والحفاظ على حقوقها. وتاني نذكر اذا توفي عنها زوجها وهي يعني عندها اطفال وما عندهاش اطفال، فكرة الطلاق، الامور اللي كانت عامله مشاكل دي يا استاذ ابراهيم. شوف احنا يعني انا يمكن تابعت حلقه حضرتك مع استاذ طارق وهو شرحها كويس قوي. لا في حاجات كتير قوي فيها. لو الزوجه مثلا توفي عنها زوجها هي بتاخد العضويه، كان محطوط شرط 6 شهور او كده، لا تبلغ يعني اقترحت لثلاث سنين عشان تفصل عضويتها. لا احنا فتحناها لان قلنا حالات الوفاه ساعات بتاخد من الحزن اكتر من الازم، وهنعتمدها من الجمعيه العموميه في اللائحه الماليه العاديه بتاعه النادي. الزوجه لو زوجها زي الحاله اللي قلتها لحضرتك، بس في حاله بقى ان الزوجه ما اضافتش، الزوج ما اضافش زوجته ولا اولاده، الولاد هياخدوا العضويه العامله من الاب وهيبقوا اعضاء تابعين، والام هتدخل كحاضنه وتتابعهم ويكملوا حياتهم جوه النادي. ودي ميزه عشان احنا الغرض الاساسي مش ان احنا بنبيع العضويه، الغرض الاساسي ان انا بحافظ على اسره النادي الاهلي وابناء والولاد والمجتمع. انا بحاول ان انا اساهم ان انا اطلع فرد يعني سوي صحيح لمجتمعي. لا قدر الله حصل انفصال والزوجه كانت هي العضو الاساسي اللي ضمت زوجها، تعود العضويه برقمها القديم الى الزوجه، والزوج اذا كانت بتنطبق عليه الشروط يتحول لعضو عامل او يدفع اذا ما كانش بالضبط. وكان في برضه هنا يعني احد التعليقات اللي سمعتها ان انت عامل الزوجه ازاي عضو تابع وهي صاحبة العضوية. لا هو اختلط الأمر واحد. لا هو اختلط الأمر. لو الزوج متجوز زوجة هي العضو العامل الأساسي وهو بقى عضو عامل تابع ليها واحد النهاردة، بس هو اتجوز تاني أو تالت أو رابع، وده ما اقدرش الغيه لان ده شرعا محلل، فما اقدرش اشتغل ضد الشرع. لكن اللي اقدر اعمله ان اقدر اقننه بقى. اولا حطينا شرط ان هو عشان يضيف اي زوجه جديده لازم ياخد موافقه الزوجه الاصليه اللي هي كانت صاحبه العضويه، اللي هي كانت صاحبه العضويه. لكن لو صاحب العضويه هو حر، هو حر، بس برضو بحط الشروط عليه
تاني حاجة الزوجة دي الزوجة الثانية والثالثة دي بتبقى عضو تابع ولا تحول وعندها رسوم الرسوم اللي هنقررها عليها عشان تبقى عضو عامل. أنا بمنع في حالات مش كل الناس زي بعضها، لكن في حالات ساعات بيبقى فيها تلاعب في العضويات او الكلام ده كله، انا بحفظ حقي كنادي في نفس الوقت بحفظ حق الزوجه اللي هي العضويه الاساسيه بنت النادي اللي هي مدخله زوجها. ساعات في ازواج بتضيف زوجات من وراء زوجاتهم، لا انا بحفظ الكلام ده وبقول ان هي صاحبه القرار وهي صاحبه القرار النهائي. فانتوا دلوقتي حطيتوا الشرط انه لازم يبلغ الزوجه يعني. لا لازم تعرف بتعملوا خير لحياه الزبراني. بتعملوا خير لحياه الزبراني ده الحقيقه يعني. سيدات النادي اتبسطوا جدا من مجلس الاداره يعني بتعمل لنا مشاكل يا زبراني بالظبط كده. بس يعني ده يعني خلينا نبقى فير، ده حقها يعني، ده حق الزوجه وحق اي ست هي صاحبة العضوية الأساسية، حقها إن هي تدير العضوية دي أو هي تبقى مسؤولة عن أي حاجة بتحصل على عضويتها. ذوي القدرات الخاصة في اهتمام بيهم مستر إبراهيم في والله إحنا حطينا يعني دي ما كانتش موجودة قبل كده، حطيناها إنها من الواجبات على النادي الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، دي محطوطة في الواجبات النادي في الآخر. وفرقنا كمان ما بين الاحتياجات الخاصة الذهنية والبدنية. البدنية ده بيبقى محتاج مساعدة، لكن الذهنية بيفضل محتاج مساعدة طول عمره. فالنهاردة الذهنية ده بيبقى غير مكتمل الأهلية، فبيفضل عضو تابع طول عمره لا يجوز له التحويل لعضوية عاملة. فالنهاردة بيحصل ان هو بعد سن 25 سنة بيفضل بيكمل عضو تابع لوالده ووالدته، المهم ان هم بيقدموا الورق الدال على ان هو يعني احتياجات خاصة. عظيم. طيب ال- 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 لقدر الله الوالد والوالدة توفوا واصبح هو عضوية تابعة، ساعات الناس قبل كده كانت بتلغي عضويته، لا خلينا يكمل. ساعات عشان اسهل عليه والمصاريف وان هو معهوش مصاريف العضويه دي ما كانوش بيقدروا، خليناه يقدر ينضم لمن يعوله سواء اخ او خال او اي حد من يعوله بجواب رسمي بينضم ليه ويبقى عضويه تابعه لمن يعوله لان هو في الاصل كان عضو. عظيم. جينا بقى على ذوي الاحتياجات الخاصه البدنيه او اللي هو بيبقى محتاج زي ال يعني اي حد محتاج مساعدة عنده مشكله شلل الاطفال اعاقه قدريه كده ادينا له ان هو بيبقى عضو تابع، لكن لو هو وبيسري عليه نفس ما يسري على العضويه العامله ان هو بعد سن 21 او 25 بيحق ليه تحويل العضويه العامله المستقله. هي. طيب افرض هو اهله اشتركوا وهو اكبر من كده بدخلوا عضويه تابعه، لان ما ينفعش مثلا ان هم يقولوا لا انت كبرت فتفضل في البيت، دي بتبقى حالات إنسانية أنت محتاج تساعد الأهل فيها فبتخليك اديتهم فرصة أن هم يدخلوا، لكن الناس دي بتقدر تتجوز. في حالة ما تجوز بيفصل بقى عن أهله وما بيبقاش عضو عامل وبيخرج بقى لأن في من يعوله دلوقتي أو ياخد باله منه. صحيح. طيب خليني أثير مع حضرتك بعض القضايا اللي شوية خدت قدر من النقاش والجدل، وبعدين الناس أحيانا عايزة تطمن أكتر رغم أنه لا اجتهاد مع النص والنص واضح وصريح. وحضرتك هتقوله لنا أهل مدينة نصر هتفتحوا فيه لائحة نصت أن أنتوا تفتحوا فيه عضويات منفصلة، يعني أخد هناك ب 100 و 120 ألف زي الشيخ زايد بحيث أنه أنا كعضو أرتاد فقط مدينة نصر وما بقاش عضو عامل أدخل كل الفروع ولا أكون عضو جمعية عمومية، ولا الكلام ده غير حقيقي؟ ووضع مدينة نصر إيه في اللائحة؟ قولا واحدا لا لا، أنا مدينة نصر ليها وضع مختلف شوية، قانوني مختلف شوية. يمكن إحنا النادي الأهلي كان سباق وسابق في دايما، يعني النادي الأهلي دايما عنده مشكلة مع كل الجهات إنه هو دايما سباق رقم واحد، لا بيفكر أسرع شوية من الناس. فإحنا اتعمل فرع مدينة نصر سنة 96 ما كانش في حاجة اسمها فروع، ما كانتش الناس تعرف. يمكن أول نادي يجي بعدينا أعتقد نادي هليوبلس ونادي الصيد بعد كده. فما كانش معروف وما كانش معتاد القصة دي، فالناس ما جمعتش. اللي كانوا بيديروا الرياضة ساعتها قالك لا ده يعني زيه زي الأصل، أنت بتعمل عضوية واحدة. فقولا واحدا لا. طب احنا فتحنا فرع مدينة نصر سنة 96 أعتقد أول لائحة تنص على الفروع كانت لائحة 85 اللي هي 85 لسنة 2008.
يبقى اللوائح لما بتنزل ما بتنفذش باثر رجعي. 2008 اللي هي كانت وقت المهندس حسن صقر. بالظبط. فاللائحه دي اول لائحه نظام لي نظام الفروع من 96 ل 2008 عندي اشتراكات بديت نصر الجزيره وجزيره هي بديت بالظبط كده بالظبط كده. طب ايه قصه مقر وقصه فرع؟ عشان انا يعني انا بحب ادخل في المواضيع يا استاذ شريف. والحمد لله يعني وده مهم. احنا ما عنديش اي غرض وما ما بخافش من قصه ان انت تمس اصل الجماعه الناس هتزعل منك اصلك هتخسر في مش عارف ايه. يعني الحمد لله انا في يوم من الايام سبت مجلس الاداره بكامل ارادتي عشان انا ما كان ليا وجهه نظر طبعا. مش ده مجاله خالص. فانا بقول ما يملي عليا ضميري مش اكتر من كده. اي شركه او مؤسسه في العالم مقر واحد ليها اصل والاصل ده هو المقر الرئيس او المقر الرئيسي، والاصل ده اللي منه ينبثق كل الفروع الثانيه. يعني مثلا الشركه اللي بتنتج الموبايل ده دي في امريكا عشان توفر ويبقى الصناعات اقل بتصنع في الصين في مصر. ده فرع منها لكن ما هوش الاصل. لكن لما تيجي تبص على الجواب بتاعها او اي مكاتبات تلاقي الهيد اوفيس مكتوب في الحته الفلانيه. بالظبط كده نفس القصه. النادي الاهلي ليه اصل. وبرضه ده ياخدني لقصه تسميه النادي الاهلي بالجزيره. ليه النادي الاهلي بالجزيره؟ لان هو كده من وقت ما اسس واشهاره كده. ولائحه 2014 و2017 لما قالت النادي الاهلي للرياضه البدنيه بالجزيره. يعني هذه اللائحه لم تضيفها يا استاذ ابراهيم؟ لا، لان انا عشان اغير ده اولا محتاج إشهار. ان انا اعيد الغي تماما واعيد اشهار من الاول واخد رقم جديد وسنه جديده واخد رقم جديد. النادي الاهلي يا جماعه احترامي للجميع، لكن ده النادي الاهلي اللي بنفخر بيه. واعتقد كلنا لما دخلنا النادي اول مره عشان نعمل عضويتنا افتخرنا ان احنا رايحين للنادي الاهلي اللي مقره العريق. ومفيش حد فينا يقلل منه او ما يدلوش ميزه او ما يفتخرش ان هو ينتمي للنادي الاهلي ده. فاحنا مش عايزين ندخل في حاجات اضرارها اكتر من نفعها. فندم عضو مدينه نصر، واحنا كلنا من اعضاء مدينه نصر بنروح مدينه نصر، هو نفسه عضو الجزيره وانا عملت عضويتي في الجزيره. انا هقول لحضرتك بس انا برتاد مدينه نصر انها اقرب الى سكني. بالزبط. انه ربما الملاعب والامكانات هناك اكتر حتى من الجزيره. بس خليني يعني اقول لحضرتك انا عندي كل الحقوق والواجبات. ارجع للجمعيه العموميه واقول ان هم الناس في مدينه نصر ليهم حق في حاجه معينه. ليهم حق لان الـ 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 المساحه ما بقتش مستوعبه اكتر من كده. فهو تخوفهم في محله، تخوفهم لان النهارده القانون بقى يسمح لك انك تعمل عضويات فروع. فهم تخوفوا ان القانون سمح لنا بده فاحنا نعمل في مقابله عضويات فروع. وبناء عليه انتوا قلتوا لا، وهم عندهم ثقه لكن هم عايزين يطمئنوا. احنا ما قلناش لا، بس احنا ما اكتفيناش بكده. ايوه، ما هم عايزين يطمئنوا مستقبلا. كلمه لا دي هتلزمني انا كمجلس اداره حالي، لكن اللي بعدي ممكن ما يبقاش. الله. عشان كده احنا قلنا ان لما رحنا وحضرنا وعملنا الندوه اللي كانت في مدينه نصر وقعدنا واتناقشنا مع الناس قالت لا مش عايزين عضويات جديده. فنزل النص اللي هو يعامل فرع مدينه نصر معامله النادي الاصل من حيث شروط قبول العضويه. يعني العضو العامل أنا فقط. اللي انا معرفه هنا اللي هو بيرتاد جميع الـ 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 الانديه اللي هو اللي اشتراكه مش مخفض، هو ده بس اللي بيدخل مدينه نصر، وهو ده بس اللي بيدخل الجزيره. وبناء عليه لو عملنا عضويات عامله زياده هيدخل مدينه نصر، هيدخل التجمع، هيدخل لو فتحت في اسيوط هيفتح، هيدخل لو فتحت خارج مصر هيدخل. في تنزانيا او في اي حته في افريقيا، ودي على فكره من خطط لمجلس الاداره هيبقى من حقه يدخل فيها. فالنهارده ده عضو. انا اللي بساله هل حضرتك في مدينه نصر او في الجزيره مفيش حاجه اسمها عضويه مدينه نصر؟ انا يعني من وانا داري بتضايق من القصه دي، مفيش حاجه اسمها عضويه مدينه نصر وعضويه الجزيره. احنا نادي واحد الأهل. عشان دي عمل دايما بتعمل مشكله في الفرق الرياضيه وحساسيه في الفرق الرياضيه. انا عايز الناس وبترجاهم علموا اولادكم ان هو النادي الاهلي بس. النادي الاهلي بس. احنا كلنا بننتمي للنادي الاهلي، لكن كحقوق مفيش فرق بين الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد ولا التجمع. حقكم ان المساحه قليله لا تحتمل اكتر من كده. يمكن لما فرع التجمع يفتح يخف الضغط شويه يخف الضغط جامد فيقدروا يمارسوا رياضه افضل. بالظبط زي ما زايد فتح خف الضغط عن الجزيره جامد، ده معاهم حق.
ان شاء الله مشروعات التوسع اللي هي مكان ملاعب التنس القديمه والجناين او القعدات اللي هتفتح فيها هتاخد او المنطقه الترفيهيه اللي عند المكتبه اللي هي بتاعت حمام السباحه الجديده برضو خلي بال حضرتك دي كانت بتاخد عدد كبير. المنطقه اللي هي بتاعت العاب القوه بعد ما تترتب وتتنظم كل دي مشاريع حضرتك. بس احنا لسه في اول سنه, احنا ما كملناش سنه. كل ده هيسحب من الكثافه اللي جوه مدينه نصر. لكن برضو باكد مفيش عضويات فرع المدينة نصر. مدينة بالنص نصر في اللائحة مش بوعد بس بالنص بنصوص. وعشان أغيره لازم أغيرها من خلال الجمعية العمومية. وأنا بس بذكر الناس إن في يوم ما تم حط اشتراك لحمام السباحة في سنة من السنين مجلس الإدارة على الأعضاء والأعضاء رفضته عشان كان على مدينة نصر, نزلوا وقالوا لأ. برضو حضرتك اللي هتقول آه وهتقول لأ, اللائحة بقى بتقول لك إيه؟ ده حقك. لا ده مش عايزين يعني. لا انا لو قلت لا او ان الجماعه ما اكتملتش فانا عندي مشكله. كل المشاكل اللي حضرتك اتكلمت عنها تتعلق بالاسره المصريه والحفاظ عليها هتفضل معلقه, لان هفضل اعمل باللائحه الاسترشاديه. اهل مدينه نصر هيفضلوا معرضين انه اي مجلس في اي وقت يجي عايز موارد يقول لك افتح عضويات في مدينه نصر فقط, لانه ما فيش حاجه تمنعه. لكن اللائحه دي بتمنعه. ده حقيقي. فبالعكس دلوقتي هذه الكرة في ملعب الجمعية العمومية إن صح التعبير. وده مش كلام الاستهلاك المحلي ولا الاستفزاز الجمعية عشان تنزل, لأنه النادي الأهلي والجمعية العمومية احنا بنتعلم منه, ودايما أينما متى كانت مصلحة النادي الأهلي تجدهم في المقدمة. لكن الشيء بالشيء يذكر. يعني هقول لحضرتك على ذكر اللي حضرتك قلته, أولا هو مش فزاعة بنقولها للناس عشان تنزل وتعتمد, لا احنا ده عشاننا وده اللي احنا دايما متعودين عليه من الجمعية العمومية للنادي الأهلي. وأعتقد إنها هتضرب مثل ورقم قياسي للعدد اللي حاضرين. انا مش متخوف من كده, انما انا بقول لحضرتك برضو ده قرار نهائي. حتى لو اللائحه دي ما اعتمدتش مجلس الاداره الحالي, هو ده اللي اقدر اقوله, مش ملتزم ادبيا, ملتزم ادبيا انه مش هيفتح عضويه فروع في مدينه نصر. لكن لا موقف محترم. لكن انا ما اعرفش اللي جاي بعدي ايه لما يعمل لائحه وتعتمد. لكن لو اللائحه دي اعتمدت هي نص وباتة ليا. انت قفلت هذا الباب بالظبط كده. قفلت هذا الباب بالظبط كده. قفلت هذا الباب بالظبط. اللي عايز اقوله كمان ان ودي حاجه مميزه جدا في اللائحه وبنفتخر بيها, ان اللائحه دي انتقدت كتير قوي من الحقوق اللي كانت موجوده لمجلس الاداره حتى في اللائحه الاسترشاديه, وخلت كل حاجه في ايد الجمعيه العموميه. بالعكس اللائحه دي ادت سلطات كبيره قوي للجمعيه العموميه, افادت الجمعيه العموميه في بنود العضويه والناس اللي عندها مشاكل ان شاء الله كلها. يعني في ناس كتيره كلها بتتكلم وتقول احنا هنيجي بعد ما نعتمد اللائحه عشان نصلح اوضاعنا. فالاستفاده من الجمعيه العموميه اكبر بكتير من استفاده مجلس الاداره. طب افرض اللائحه دي ما مشيتش, انا القانون هنفذ في ضوءه, سواء الاستثمارات سواء العضويات هشتغل في ضوء القانون. القانون يقدر يشغلني واقدر اشتغل باللائحه الاسترشاديه, لكن مش هتبقى على مقاس ولا تليق باسم النادي الاهلي. طيب حضرتك قلت حاجه مهمه جدا, اثناء لقاء عيله الاهلي في الشيخ زايد طلب الساده الاعضاء فتره السماح من 3 سنين اللي يقدروا يرفعوا فيها العضويه الكامله من تاريخ افتتاح الفرع او اكتساب العضويه الى 4 سنين, وتم الاستجابه ووضعت الاربع سنين في اللائحه. بمجرد تطبيقها الناس اللي ما رفعتش العضويه تقدر تيجي ترفع العضويه الى 31 مارس اللي جاي بنفس الفلوس اللي دفعوها زمان يا استاذ ابراهيم. بالظبط كده. تطبق. طب ما هي دي ميزه عظيمه كمان للناس في الشيخ زايد الحقيقه. يعني ميزه عظيمه, لكن ما اقدرش اعتمدها غير لما الجمعيه العموميه تعتمدها وتغير لي اللائحه. وده قرار جمعيه عموميه, قد يكون القرار ده مش مناسب للجمعيه العموميه. فلا يعني في حاجات كتيره, مميزات كتيره لجميع الاعضاء. يعني حاولنا بقدر الامكان بما يحفظ مكاسب النادي, لان احنا مؤتمنين على مقدرات النادي من الجمعيه العموميه, ان احنا نعمل حاجه تبقى مناسبه للاعضاء يعني داخليا ومناسبه وتليق باسم النادي الاهلي خارجيا. بالنسبه للاستثمار اللي احنا اخبار الاستثمار ايه صحيح والشركات النهارده انت عندك باب كامل للاستثمار ما كانش موجود قبل كده. يعني باب. انت اول نادي في مصر ياسس يبقى عنده باب كامل للاستثمار, بيقول انا هستثمر في ايه وايه هي شروط الشركات والاكاديميات بتاعتي اللي انا بقننها والتامين على الاعضاء, ان انا اوفر التامين, انشاء المستشفيات, النسب وازاي اعدل النسب. ده باب كامل اسمه باب الاستثمار النهارده. ولما قلنا اساسا قانون اتعمل عشان الاستثمار الرياضي, واتعمل عشان
انا يبقى النادي الاهلي يمكن طبعا. القانون ده في حته الاستثمار اكتر نادي او اول نادي كان سباق برضو النادي الاهلي في انشاء قناه الاهلي وفي كل الاستثمارات الخارجيه شركه الاهلي وغيره. وعايز اقول لحضرتك حاجه برضو الشيء بالشيء يذكر ان احنا قصه المقر حضرتك لازم تبقى برضو عارف ان قانون الرياضه والنادي الاهلي بيلمس مع قانون الاستثمار. فحضرتك لما هتبقى مسؤول عن شركات او مؤسس لازم يبقى عندك مقر تقول ايه هو المقر فين عشان يذكر في الـ في الـ في البنود التاسيسيه للشركات دي. فعشان كده كان لازم اقول القصه بتاعت مقر النادي الاهلي بالجزيره وانا برضو مش عايز اكلم فيها كتير. هو ده المقر للمخاطبات كلها بتيجي عليه مع الاتحادات يعني انا مش عايز اقول ان في ناس بتسيرها لاغراض معينه، لكن حاجه تشرفنا كلنا ان احنا ننتمي للاصل. موضوع الثمان سنين، موضوع التعيين، كل ده تم الغاءه والاستجابه لقرارات الجمعيه العموميه. كل ده حضرتك يعني احنا يعني تقريبا اولا يعني كل الاقتراحات اللي جت من الجمعيه العموميه اعتمدناها، راجعناها، شفنا مدى قانونيتها، مدى ملائمتها للقانون، وبعدين اللوائح الماليه، وبعدين والميثاق الاولمبي، بعد كده اعتمدناها وغيرناها على حسب الاغلبيه، يعني في ناس كانت شايفه حاجات لكن الاغلبيه ما كانتش شايفاها، فقرر يعني برايي الاغلبيه هل ده الامور متعلقه باعضاء مجلس الاداره ولا بالاعضاء كمان فندم؟ لا دي بالاعضاء، دي سريه بيانات الاعضاء، ده واجب على النادي ومش هيتم الافشاء عنها او انها نديها لاي حد الا لو العضو وافق، وده هيبتدي من السنه الجايه مع التجديدات السنه الجايه. يمكن السنه دي ما لحقناش طبعا، بعد ما تعتمد اللائحه هيبقى العضو بيحدد ايه اللي يطلع من بياناته او ايه اللي ما يطلعش او ما يطلعش بيانات خالص، وده حقه من حقوق العضو. لكن اعتقد حضرتك يمكن قصدك على افشاء الاسرار. افشاء الاسرار دي كانت بند جالنا مجلس الاداره، جالنا من لا كان جاي على مراقب الحسابات، ان مراقب الحسابات لو افشى السر لو افشى السر لازم انهي تعاقدي معاه. فواحنا بنتناقش في البنود دي في اللائحه وخدنا وقت، وكانت المناقشه دي مع شباب النادي الاهلي ولجنه شباب النادي الاهلي، وقال لك طب يعني ايه مراقب الحسابات؟ طب ما الاولى الراجل المسؤول عن النادي عضو مجلس الاداره انه ما يفشيش سر المجلس الاداره، ولو افشى السر حضرتك لازم تمشيه من مجلس الاداره. لما قعدنا نعقل الكلام ده ونفكر فيه لقينا ان الولاد دي بتتكلم صح، يعني الاولى بالحفاظ على سريه ال الحاجات القرارات والمعلومات للنادي الاهلي هو عضو مجلس الاداره. فقلنا ان عضو مجلس الاداره اللي هيثبت عليه ان هو بيفشي الاسرار هيتم عرضه على الجمعيه العموميه عشان اسقاط عضويته، وده يعني يمكن حاجه جديده في اللوائح الرياضيه. عضو الاهلي دايما رائد يعني. في الختام عايز تقول لنا ايه يا استاذ ابراهيم؟ في حاجه حضرتك انا ما سالتش حضرتك بخصوصها؟ يعني كان في بعض التعليقات بعض التعليقات اللي هي في ناس علقت على بنود في اللائحه. انت عارف حضرتك يعني برضو لائحه النادي الاهلي بتجذب اهتمام الناس. صحيح. يعني في لوائح كتيره اتعملت، مثلا يعني كنت في جمعيه عموميه لاتحاد الباسكت امبارح اعتمدوا النظام الاساسي بتاعه، وكل الانديه كتير من الانديه تم اعتماد لوائح، لكن النادي الاهلي دايما بيصير وده قدر الاهلي وقدره، عشان دايما اقول كده هذا قدر النادي الاهلي وقدره ايضا كبير. بالظبط. فيعني كان في بنود مثلا اللي الناس قالت يعني انتوا قصدكم ايه بالدين وما ذكرتوش الدين مثلا في البند 11 الماده 11 اللي هي عدم السياسه والحاجات دي والحاجات مالنا ومال احنا ده اول حاجه في حاجه اسمها القانون. القانون ده بيجب اي حاجه، يعني لو انا وده انا ذاكره هنا المرجعيه بتاعتي حضرتك القامات القانونيه اللي اشتغلت في اللائحه دي ناس تقدر تحط دستور البلد. صحيح. واشتغلوا في الدستور، في منهم قامات. طبعا. يعني انا مش عايز اذكر اسامي عشان احنا قلنا للناس كتير، لكن قامات كبيره. فلما سالناهم قال لك ما يوجد في القانون يجب اي حاجه، يعني ما ينفعش حاجه تبقى في القانون انا ما ذكرتهاش في اللائحه فتتعمل. فالنهارده احنا الغرض الاساسي من البند ده هو عدم ممارسه السياسه داخل، وسواء بقى ليبراليه اشتراكيه مش عارف ايه دينيه،
اي سياسه جوه النادي هو عمل مرفوض، وهو ده الغرض الاساسي. اذا لا سياسه ولا احزاب ولا دين داخل بالظبط كده. في برضو كان كلام ان انت عرفت الجهه الاداريه زي ما هي متعرفه في القانون. طب انا هعرفها ايه؟ ما هو لك تهاد مع النص، ما هو ده القانون، لك تهاد مع النص. بالظبط بالظبط. بس كان في برضو، انا معلش يعني بعد اذن حضرتك، بس كان في ماده خاصة بإيه وأنا طلعها من عندي لو حضرتك تحب. والله يا أستاذ شريف يعني كان في مادة اللي هي تعتمد اللائحة، يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية للنادي في اجتماعها غير العادي غير العادي المعقد يوم الجمعة الموافق 28/9 ويتم العمل بها في اليوم التالي. هو لغويا التحفظ كان على طب ما احنا سيبقون هنعالج حاجات قديمه مش لا هو بس يعني كان استاذ طلال عبد اللطيف امبارح في احد البرامج، استاذ طلال اللي هو استاذ طلال صديقنا العزيز امين صندوق نادي الظهور او سابقا وهو احد الخبراء في الحته دي ومن اللي شاركوا في لائحه نادي الظهور وهو مكتوب يعمل باحكام هذه اللائحه من تاريخ موافقه الجمعيه العموميه للنادي في اجتماعها غير العادي 28. احنا كان القصد ايه؟ ان التفعيل العمل ان اللائحه دي تبقى ساريه للعمل من بعد ما الجمعيه العموميه تعتمدها، لكن تفعيل العمل بعد ما تنشر في الجريده الرسميه، وده كل القرارات واللوائح اللي جوه مصر ما بيتعملش بيها غير كده. وعلى فكره بس احنا النص ده كنا كاتبينه بصيغه مختلفه، واللجنه الاولمبيه واستاذ محمد مرداش لما جم وتناقشنا معاهم قالوا لنا في كذا نص وكده فراجعناه. على فكره هو نفس اللي مكتوب في لائحه نادي الظهور اللي استاذ طلال كاتبها، اللي استاذ طلال شارك فيها، فاحنا يعني يمكن دي لا من الحاجات اللي احنا استفدنا منها. سؤال يا استاذ ابراهيم، احنا بنقول انه الحاجات دي مش هتطبق باثر رجعي، او اللائحه مش هتطبق باثر رجعي. لا مفيش لائحه باثر رجعي الا ما نص عليه. طب المشاكل الخاصه بالعضويه والحاجات اللي احنا قلنا هتتعالج دي وموضوع الشيخ زايد اللي هيمنحه 4 سنين من تاريخ، لا ما هو الناس ولا دي فيها نص انتقالي؟ لا لا بالعكس حضرتك، انا النهارده الناس دي دخلت على لوائح معينه، جت اللائحه الاسترشاديه غيرت اللوائح دي، لغت كل ما قبلها من لوائح. انا جيت النهارده بقول انا لا انا ملتزم باللوائح اللي الناس دخلوا عليها، الناس دي اشتركت معايا في النادي بلوائح معينه، ما ينفعش في نص الاشتراك يعني وكان اللائحه الاسترشاديه جت عطلت للدنيا شويه، فانا بقول لها شكرا. على فكره ده نفس وضع الاشتراك في مدينه نصر تاني، حضرتك اشتركت كارنيه موحد عشان تدخل بيه جميع فروع النادي الاهلي، ما ينفعش اجي في اللائحه في النص اقول ايه لا انا غيرت رايي، العقد شريعة المتعاقدين وبناء عليه احنا احترمنا الكلام ده. يمكن ده كان من يعني مع كل التقدير والاحترام للائحة الاسترشادية الا انها خلقت عندي مشكلة كبيرة جدا للنادي، آن الاوان ان نغيرها بلائحتنا الخاصة. يعني مع احترامي طبعا قانون اجتهد فيه ولم يكن هناك قانون رياضة يسير الامور كما يجب ان تكون في 2017 اجتهد الوزير السابق المهندس خالد عبد العزيز، بنشكره على اجتهاده، لو عايزين إضافة بنضيفها. جات اللجنة الأولمبية اجتهدت بقدر الإمكان عشان تمشي العجلة، لأن عند حضرتك نادي الأهلي، حضرتك بتقيس على نادي الأهلي، لكن في أندية صغيرة، في مراكز، في حاجات أصغر بكتير من حجم النادي الأهلي، فاللائحة دي موحدة على كل كبير زي الصغير. يعني حضرتك مش على مقاسك دي غيرها، يمكن اللائحة الاسترشادية أكبر من أندية كبيرة صغيرة، غيرها. حضرتك مش مناسباك هنا كنادي أهلي، جمع اللائحة الاسترشادية. الله ينور عليك. بالظبط كده. شرفتني. اشكرك. وبشكرك وبشد على ايد حضرتك وايد اعضاء اللجنه والساده اعضاء مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب على هذا الجهد والتفاني والتجرد والاخلاص لصالح النادي الاهلي اجمالا، مش بس في موضوع اللائحه. لا يعني ده الشكر مش لينا، ده واجبنا، وده احنا عرضنا نفسنا على الجمعيه العموميه عشان نعمل ده. فده احنا لا شكر على واجب، لكن اللي بشكره كل القامات اللي شاركت وجت والناس اللي ساعدت الجمعيه العموميه اللي نزلت. انا عايز اقول لحضرتك وانا جاي لحضرتك جالي رساله على التليفون من احد الاعضاء وانا استاذنته ان انا اقول اسمه على القناه، لان انا كنت فخور بيها جدا. اعتقد هو المهندس عبد الوهاب اهو. انا معلش، المهندس عبد الوهاب توفيق. طبعا المهندس عبد الوهاب توفيق هو احد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، بعت لي رساله من السعوديه
وبيقول لي انا جاي من السعوديه عشان اشارك في صنع يا سلام واختيار دستور النادي الاهلي، وانا استاذنته ان انا اقول اسمه بالاسم جاي عشان مخصوص. يبقى يعني الناس ما تقولش لا ده بيقول حاجه مبالغ فيها، لا ده هو انا بالامانه ما اعرفوش، لكن هو بعت لي رساله فوجئت قبل ما اجي لحضرتك فقلت له انا هستاذنك ان اقول الكلام ده. الراجل ده جاي من السعوديه عشان يشارك في صنع قرار النادي الاهلي وتحديد مصيره وايه يعني ان احنا مع بعض نضع لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. فالاولى ابناء الاهلي على العهد بهم دائما، ده عهدنا بهم دائما. احنا وقتنا انتهى وعندنا كلمه مهمه جدا للكابتن محمود الخطيب، يعني موجهه لاعضاء النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي ولائله النادي الاهلي بشكل كبير. هنزاحها حالا بعد ما اشكر استاذ ابراهيم، بس انا فاتني اساله اقول له اخبار الخلافات مجلس اداره ايه وكم عضو معترض على هذه لا بص انا هقول لحضرتك دي من ضمن الحاجات دايما بقولها، دي من ضمن الحاجات اللي سمعتها او بيروج ليها. يعني طبعا طبعا يعني ده دايما سؤال بتساله في كل مجلس اداره ببقى موجود فيه. لو الناس بيمنوا يعني في فرق لازم نفرق بينه كبير قوي ما بين الخلاف والاختلاف والتباين في وجهات النظر والاختلاف جوه الترابيزه. لو حضرتك توحدت الاراء يبقى النهارده في حاجه مش سويه، وحضرتك تبتدي كعضو جمعيه عموميه تخاف على ناديك ان مجلس الاداره كله على قلب رجل واحد، مش اسف على راي واحد. ده غلط، احنا بنطلع من جوه مختلفين لكن لما بنطلع من بره نبقى على قلب رجل واحد ومع القرار حتى اللي انا صوتت ضده طالما ده راي الاغلبيه. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في حاجات في اللائحه دي انا ما كنتش موافق عليها، ما اقدرش اقول لان انا موافق دلوقتي، انا اطلع اقول خلاص، وحضرتك في حاجات تانية غيري كانتش موافق عليها وحاجات غيري اقترحها سنه الحياه وحاجات انا اضفتها وحاجات غيري اضافها، مش هطلع اقول انا عملت ده واصلا ما كنتش موافق على ده. لا هو جهد ده مش النادي الاهلي، ده مش النادي الاهلي، احنا بنختلف لما فيه مصلحة النادي الأهلي، لكن لما بنطلع من الأوضة جوه كلنا على قلب رجل واحد وكلنا متفقين، وزي ما اتعلمنا اللي كان مختلف جوه هو أول واحد بيدافع عن الرأي بره. احنا بنجتهد، يعني بنجتهد من أجل مصلحة النادي الأهلي، وهذا الاجتهاد قد نصيب فيه وقد نخطئ، لكن في النهاية تباين وجهات النظر، مش عايز أسميه حتى اختلاف حتى لا يتحول إلى خلاف قطيعة زي ما حضرتك بتقول. هي وجهة نظر يعني في النهاية هذا مجلس إدارة النادي الأهلي بيمثله مجلس الإدارة ورئيسه كابتن محمود الخطيب وسائر مجلس إدارة ثم إدارات كثيرة جدا، قراراتنا بندافع عنها. إحنا كمان كنا قاعدين في اللجنة المركزية بنختلف وبنقول رأينا وبنصوت طالما متاح ليا أن يكون لي رأي وأوافق على أمر وأختلف معاه، لكن عندما يتم الاتفاق على صياغة شيء معين فالكل بالظبط بنقول ايه؟ بنوقع على هذا الامر. هو ده النادي الاهلي يا جماعه، يعني اعتقد مش عايز اقول درس لان الناس بتزعل لما احنا بنعتز بنادينا وبنفخر بيه وبنقول انه يعني قدر النادي الاهلي وقدره انه دايما يكون في المقدمه وفي الطليعه ودايما يقدم لنا كل جديد وكل محترم، لكن علشان كده النادي الاهلي هيبقى النادي الاهلي اللي ان شاء الله احنا متوقعين انه مستقبله لا يقل ابدا عن تاريخه العظيم. بشكر حضراتكم، بشكر ضيفي الكريم السيد الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الاداره، ان حضرتك اديتني الفرصه والوقت، انا وارجو ان انا اكون كنت ضيف خفيف على الجمعيه العموميه اكيد. وفي الاخر بقول لهم احنا في انتظاركم يوم الجمعه، عايزين نضرب مثل اللائحه بتاعتنا، اعتقد انها مثل يحتذى به للانديه، كمان الجمعيه العموميه لازم تكون مثل يحتذى به لجميع الجمعيات العموميه، بصرف النظر راي حضرتك ايه، احنا في انتظارك ونحترم رايكم فيه. لنبقى على العهد ان شاء الله. ان شاء الله. اسيب حضراتكم مع هذه الكلمه المهمه للكابتن محمود الخطيب اللي سجلها الحقيقه قبل ساعتين من دلوقتي، هنعرضها لحضراتكم لانه كان في فلسفه ان كل الساده اعضاء مجلس الاداره يطلعوا معانا، واللي مش هيقدر زي الكابتن محمود الخطيب على الاقل يسجل كلمه يوجهها للجمعيه العموميه. نشوف رئيس النادي الاهلي ومسؤول عائله الاهلي، مش عايز اقول كبير عائله الاهلي لانه النادي الاهلي مليء بالخبرات الكبيره، هو نفسه الكابتن محمود الخطيب يزعل قوي لو قلنا عليه كبير عائله الاهلي لانه هو بيحترم الكبار، فنشوف كلمه رئيس النادي الاهلي لعائله الاهلي ونلقاكم على خير غدا باذن الله، الى اللقاء. في البدايه وقبل ما اتكلم مع حضراتكم، كان النهارده يعني كنا في جنازة لواحد من عظماء كرة القدم في النادي الأهلي، كابتن عادل هيكل رحمة الله عليه، اسم من الأسماء اللي كنا وإحنا صغيرين بنبقى سعداء جدا لما نسمع اسمه، زيه زي عظماء كتير رحلوا عننا يعني، وزيه برضو زي عظماء كتير موجودين، ربنا يا رب يديه الصحة يعني، بقاء لله. والنادي الأهلي دايما بسيرة العظماء دولة النادي الأهلي دايما
في تقدم إن شاء الله. ألف رحمة ونور بإذن الله على الكابتن عادل. النهاردة أنا عايز الحقيقة أوجه كلمة لأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي. يوم الجمعة اللي جاية يوم مهم جدا، يوم الجمعة 28 سبتمبر يوم مهم جدا في تاريخ النادي الأهلي. ليه يوم تاريخي؟ اليوم ده أعضاء النادي الأهلي هيقرروا فيه إن شاء الله مستقبل ناديهم، مستقبل أولادهم وأحفادهم. يوم الجمعة اللي جاية أعضاء النادي الأهلي هيختاروا لو عايزين يوافقوا على مشروع اللائحة النظام الأساسي اللي بقالنا فترة شغالين فيه، ولا يفضلوا يكملوا على اللائحة الاسترشادية. هنا بقى خليني الحقيقة أشرح لكم في الأول أو أقول لكم في الأول هي إيه اللائحة الاسترشادية وليه ما ينفعش النادي الأهلي يستمر عليها. السنة اللي فاتت 2017 ظهر قانون الرياضة الجديد. القانون ده النادي الأهلي كان بيطالب بيه من سنوات طويلة جدا. الحمد لله ظهر قانون الرياضة، وبرضو عشان نكون منصفين هو قانون الرياضة الجديد في تقديري قانون كويس، محتاج يتعدل بعض البنود لكن قانون كويس. ليه قانون كويس؟ لأنه الحقيقة إدى استقلالية للجمعية العمومية بتاعت كل نادي إنها تقرر مستقبلها بإيديها، وكمان سمح بإنشاء شركات استثمارية من خلالها تنمية موارد أي نادي. إدى كل نادي الدوري الحق إنه يكون عنده لائحته الخاصة اللي ممكن يشتغل بيها وعليها. هو ده أنا شايف دي مميزات لقانون الرياضة. لكن بقى كمان في نفس الوقت اتعملت لائحة استرشادية لغاية ما كل هيئة رياضية أو نادي يقرر اللائحة بتاعته. لائحة استرشادية تخلي الناس كلها تشتغل عليها إلى أن يحدد كل نادي النظام الأساسي الخاص به. هنا مشكلة اللائحة الاسترشادية بالنسبة لينا احنا في النادي الأهلي، ما اعتقدش أبدا بأي حال من الأحوال ان اللائحة دي تعبر عن النادي الأهلي ولا تعبر عن الأسلوب والطريقة اللي النادي الأهلي طول عمره من 1907 بيفكر بيها، ازاي يخطط لنادي، ازاي يفكر لنادي، ازاي يستثمر في نادي. هو ده ما ينفعش، عشان كده ما ينفعش اللائحة الاسترشادية دي تكون موجودة والنادي الأهلي يشتغل بيها. احنا يمكن كمان اللائحة الاسترشادية مش بتخاطب احتياجات اعضاء النادي الأهلي ولا بتحل مشاكلهم اللي احنا بقى شفناها بعينينا واحنا بنمارس على ترابيزة مجلس إدارة والعاملين كلهم في النادي في مشاكل مش قادرين نحلها لان من خلال وجود اللائحة الاسترشادية. عشان كده ما ينفعش الحقيقة يمكن ان اي عضو في النادي الأهلي يقبل ان النادي الأهلي يعني بعظمة اسمه وبتاريخه وبريادته ان الحقيقة يمكن يشتغل بلائحة استرشادية. ما ينفعش، لازم يكون عنده لائحته الخاصة. ويمكن ده يعني بشيء بسيط يعني مش مقبول ابدا يا جماعة ان احنا يكون عندنا النادي الاهلي يعمل بلائحة استرشادية. مش مقبول وما ينفعش انه يستمر ولا يليق ابدا ابدا بالنادي الاهلي. عشان كده لما اعلنت ترشحي من فتره يعني ليكم من سنه تقريبا الحقيقه يمكن قلت بعض الجمل كده عايز افتكرها مع حضراتكم. قلت انا خايف على النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي انا الحقيقه دخلت اول يوم اللي كان ليا في النادي الاهلي سنه 1970 عشت فيه ايام يعني حياتي كلها او يعني اسعد ايام حياتي لغايه النهارده. قلت خايف على النادي الاهلي، قلت خايف ان في يعني من خطر ان في ناس ممكن تحاول تسيطر على النادي الاهلي، خصوصا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان قانون الرياضه ادى الحق ده، ادى الحق في الاستثمار في النادي، لكن ما حطش ضوابط وقيود تمنع ان في يوم من الايام مثلا اقول لحضراتكم مثلا فرق الاهلي الرياضيه مثلا زي فريق الكوره يتحول هذا الامر لشركه مساهمه، ده وارد، بس ما يكونش للنادي الاهلي او لاعضائه حق السيطره عليها على هذه الشركه يعني او حق فيها او في العائد منها. ساعتها انا قلت كلمه مهمه وما زلت يعني مصر عليها
ان النادي الاهلي غالي قوي قوي، وما فيش حد يقدر يشتريه وما فيش حد يقدر يبيعه. الكلام ده يا جماعه ببساطه انا بعتبره جزء من عقد بيني وبين حضراتكم، وانا مسؤول اني انفذ الوعد ده او العهد ده. عشان كده موضوع لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي كانت اولويه من اولوياتنا. بالتحديد في يناير عملنا شكلنا لجنه اعداد لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي برئاسه النصار محمود فهمي. حقيقه سياده النصار محمود فهمي ده بعتبره من الرجال العظماء في النادي الاهلي، وفعلا الناس دي اشتغلت لمده يمكن 7 شهور لغايه ما عملوا زي مسوده او عملوا زي لائحه بدايه، يعني بدايه اللائحه دي كملوها. وصلت لجنه الاعداد لمشروع لائحه. مشروع اللائحه ده يعني احنا يمكن ساعتها كان ممكن ساعتها يعني زي متبع في كل الهيئات الرياضيه، كان ممكن طبيعي جدا مشروع اللائحه ده هو زي ما هو كده والناس تاخده ونطرح النسخه دي للتصويت، والنسخه دي الناس بقى ساعتها تصوت على يعني تقول رايها في هذه اللائحه، اما بيوافقوا على بنودها كلهم كده على بعض زي ما هي او بيرفضوا بنودها كلها زي ما هي. ده حق الناس، لان ما كانش في ساعتها كيفيه ازاي احنا نخلي نتناقش مع الناس في بند ما كانش موجود ده. علشان كده النادي الاهلي يا جماعه، النادي الاهلي دايما بيفكر لمصلحه النادي الاهلي او في النادي الاهلي وقيمته وعراقته وريادته. فالنادي الاهلي مختلف. النادي الاهلي من خلال كمان الرياده اللي هو دايما بيقودها قرر النادي الاهلي انه يعمل تجربه ديمقراطيه جديده، الحقيقه جديده من نوعها في مصر او في الانديه المصريه، يعني تجربه ما حصلتش في تاريخ الانديه في مصر. احنا خدنا النسخه اللي جهزتها لجنه الاعداد، لما خدناها طبعناها وطبعناها على هذا الكتيب، وقلنا كمان هنا لحضراتكم نسخه للمناقشه. احنا كنا قاصدين ده، سايبينها زي ما هي كده نسخة للمناقشة عشان نتكلم كلنا فيها وعشان نتناقش فيها. وفعلا قعدنا لمدة يمكن شهر إذا ما كانش أكتر شوية، اتناقشنا مع على مدى الشهر مع الأعضاء وعملنا ورش عمل، واستقبلنا كمان حوالي أكتر من أو تقريبا 3500 اقتراح من السادة الأعضاء ومن ورش العمل ومن حتى الـ يعني الـ الجماهير على بقى التواصل الاجتماعي والكلام ده، يعني الناس برضو كانت بترصد الناس بتتكلم في ايه وبتقول ايه. عشان كده اللائحه اتناقشت بند، هو ده الاختلاف. احنا خدنا راي الناس، خدنا راي اعضاء الجمعيه العموميه في بند في اللائحه. وكمان مش هقدر انكر ابدا ان كمان اعضاء الجمعيه العموميه الحقيقه في الحقيقه يعني في مناقشتهم معانا يعني صوتوا تقريبا ضمني بشكل ضمني كده على بند. وكمان شكلنا لجنة قانونية من قامات قانونية كبيرة جدا جدا في مصر كلنا بنفتخر بيها ونعتز بيها، ودرسنا كل الاقتراحات اللي جت والآراء اللي جت اللي هي بتزيد عن 3500 اقتراح تقريبا، وشفنا رأي الغالبية. مش بناخد اقتراح 5 مثلا عايزين حاجة، لا، الغالبية العظمى في الاقتراحات دي. وأي بند أعضاء الجمعية العمومية اعترضت عليه او حذفت منه او عدلت فيه تم التعامل مع هذا البند. يعني بعد كده الحقيقه وكمان يعني اتعاملنا معاه طبعا بما يليق او بما تحتاجه الجمعيه العموميه او من خلال اراء واقتراحات الجمعيه العموميه. وكمان لجنه الصياغه النهائيه الحقيقه ضمت افكار من خلال المناقشه بقى مع الاعضاء وكده، لقينا في اعضاء في الجمعيه العموميه الحقيقه وخبراء ادونا افكار حقيقة افكار هايله احنا ما كناش وصلنا لها، فهم كمان فادونا. يعني المناقشه دي ولدت افكار خلتنا جميعا فعلا لا ده عندهم حق، ده لازم تصلح وتعدل بقى من خلال الكلام ده. اكتر من تلت اللائحه، يعني اكتر من تلتها تم تعديل او تم الحذف او تم الصياغه تتعدل عشان توصل للمنطق او المنطوق المظبوط، يعني لغاية ما وصلنا للنسخة النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسي. النسخة النهائية دي اللي هي برضو دي قدام حضراتكم المطروحة بقى إن شاء الله للتصويت عليها يوم الجمعة بإذن الله 28 سبتمبر إن شاء الله.
اللائحة دي ببساطة يا جماعة فعلت دور الجمعية العمومية من لحظة المشاركة في صياغتها بند بند، وبرجع بأكد عليه تاني بند بند، وبتخليهم الرقيب الحقيقي على مجلس إدارة. وكمان بتشترط إن أعضاء مجلس إدارة ورئيسه ومدير التنفيذي يكونوا من مثلا يعني يكونوا من حملة المؤهل الجامعي، مش زي اللائحة الاسترشادية اللي بتقول ممكن تكون مؤهل متوسط. كمان اللائحة الجديدة بتدي الجمعية العمومية من أعضاء النادي بتديهم السلطة في اعتماد أو رفض أي قرار لمجلس إدارة. وكمان بتنشئ لأول مرة لجنة تظلمات من رجال القضاء، وبتدي الحق لأي عضو في النادي إن يتظلم من أي قرار إداري اتخذ جوه النادي حتى لو كان من مجلس الإدارة. مشروع لائحة النادي الأهلي بيحمي مستقبل النادي، بيحمي مستقبل النادي الأهلي وبيحمي استثماراته، ويمكن بالخصوص بقى الجزء اللي فيه الاستثمارات يعني متعلق بالاستثمارات دي. بحب أشكر جدا جدا الدكتور فاروق العقدة، القامة الكبيرة الاقتصادية الكبيرة جدا، والراجل الأهلاوي يعني أهلاوي فظيع يعني، الحقيقة اللي اشتغل مع مجموعة يعني مجموعة الاقتصادية اللي هو شكلها على صياغة باب الاستثمار في لائحة النادي الأهلي. لائحة النادي الأهلي يعني بتتيح للنادي أنه بعد شرط موافقة الجمعية العمومية، بعد شرط موافقة الجمعية العمومية أنه ينشئ شركات للاستثمار يزود بها طبعا موارده، اللي طبعا طبيعي جدا هتصرف على منشآت النادي، على التطوير في النادي، على فرق الرياضية، ده طبيعي جدا. لكن وده المهم جدا جدا، تشترط أن النادي الأهلي هو اللي يكون عنده الحصة الحاكمة في أي من شركاته. كلمة الحصة الحاكمة دي كانت حقيقة جديدة عليا لما كنت بتناقش مع الدكتور فاروق، يعني كنا دايما نتكلم في إيه نسب، نسبة كام ونسبة الأعلى، وخمسين في المية، واحد وخمسين، ستة وستين. هو قال الحصة الحاكمة دي وشرحها لي، فأنا عشان كده حطناها قدام حضراتكم النهاردة في الشركات، في الشركات دي. مش بس كده، وده برضو كان اقتراح جالنا في مناقشاتنا مع الأعضاء، ان مشروع اللائحه بقى الجديده للنادي الاهلي، النظام الاساسي بتاع النادي الاهلي، بيقول ان الاسهم اللي بتطرح الاول على يعني الاول اسهم الشركات دي قبل ما تطرح بره، لا تطرح على اعضاء النادي الاول لو حبوا يشتروا، يبقى اعضاء النادي هم ده حقهم، بعد كده اذا ما اشتروش يبقى تطرح بقى طبعا بالخارج. اللائحه الاسترشاديه يا جماعه كان فيها بندين فقط بيتكلموا على الاستثمار، مشروع النادي الأهلي في باب كامل بيتكلم على الاستثمار من كل جوانبه. يعني عشان نفتح باب الاستثمار وعشان يعني زيادة الموارد، لكن في نفس الوقت ما ينسناش ده الحفاظ على هوية النادي الأهلي، وإزاي نحافظ على حقوقه وحقوق أعضائه. مشروع يعني، ولأن مشروع لائحة النادي الأهلي بيعبر عن الأعضاء وبيحل مخاوفهم، عشان كده يعني تم إضافة بند خاص بالنادي الأهلي في مدينة نصر. البند ده كان احنا قعدنا مع كل الأعضاء في جميع الفروع، فأهل مدينة نصر كانوا يعني عندهم نوع من أنواع التخوف اللي وضعه اللائحة الاسترشادية، إنهم مجرد فرع زي أي فرع، هم طبعا كلنا فروع واحدة، لكن هم بس بيكلموا على الحقوق يعني، وخايفين إن يتم التعامل معاهم كأنهم أعضاء فرع، زي ما اللائحة الاسترشادية بتقول إن يتعاملوا ك يعني، وده تخوف مشروع، هم تخافين ده تخوف مشروع حقيقة برضه طبقا اللائحة الاسترشادية يعني اللي موجود فيها، إن ممكن يتفتح عضويات جديدة لفرع مدينة نصر بسعر مخفض، المكان هناك أساسا المكان هناك ما يستحملش. وعشان كده إحنا حطينا مع لجنة الصياغة مادة مخصوصة للأهلي مدينة نصر، اللي هي المادة رقم 12، والمادة رقم 12 اللي بتقول بقى يعامل فرع مدينة نصر معاملة النادي الأصل من حيث شروط قبول العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء، وذلك لإنشائه، وذلك ودي مهمة جدا، لإنشائه قبل العمل بالنظم القانونية التي أباحت الأندية إنشاء فروع له. ده موجود في مادة 12. يعني كده أو معنى هذا الأمر إن يعني يستحيل
بمجرد الجمعة الجاية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي للنادي مش يستحيل أن يكون في حاجة اسمها عضوية فرع في مدينة نصر، ومش ممكن أي مجلس إدارة يجي في المستقبل يغير هذا البند، ده استحالة. واللائحة كمان ما بتنساش جماهير الأهلي العظيمة. الحقيقة جمهور ده جمهور مش قادر أوصفه، ما أقدرش أوصفه. وخليني أقول لحضراتكم مثلا امبارح في الماتش بتاع الأهلي وبطل غينيا، الماتش ده جات أول 25 دقيقة كده في الأولاد مشدودين شوية، الجمهور بإحساسه وبإحساسه بلعبته وبإحساسه بناديه حس إن ده التوقيت المناسب اللي لازم يرفعه فيه الريتم شوية، إزاي يحركوا الملعب كله، إزاي يحركوا الأولاد اللعيبة في الملعب، إزاي الحقيقة شفت كده زي الناس كلها زي ما يكونوا هبوا مرة واحدة، يعني الاثنين كلهم قاموا كده قومة واحدة، إزاي نشد اللعيبة. هو ده الجمهور الأهلي العظيم، هو ده الجمهور الحقيقة، يعني ما نقدرش نوصفه بالكلام، بس فعلا ليه دور كبير جدا جدا في اسم تاريخ النادي الأهلي أو تاريخ النادي الأهلي بكل بطولاته. ومن هنا بقى واعترافا يعني بفضل الجماهير أو جمهور الأهلي علينا يعني أو على النادي الأهلي مشروع، وعلينا طبعا كلنا يعني مشروع بقى اللائحة، برضو اللائحة الجديدة للنادي الأهلي بيدي الحق في إنشاء روابط للجمهور بترخيص من النادي بما يتوافق مع القانون. كمان مش بس ده، مشروع لائحة النادي الأهلي بيرد الاعتبار للمرأة وبيعمل مساواة كاملة ما بين الراجل والست في النادي الأهلي، بيصلح الحقيقة أوضاع يا جماعة إحنا عايشين فيها بقالنا فترة طويلة جدا، والأوضاع دي ما يصحش إنها تستمر لي حتى وإحنا في 2018، ما ينفعش تستمر. لائحة النادي الأهلي بتحترم المرأة. المرأة مين هي المرأة؟ المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي البنت، بتحمي عدويتها وبتحمي حقوقها وبتحمي حقوق أولادها في كل الحياة الاجتماعية. يعني الحقيقة يمكن كمان بشكل وبشكل الحقيقة مش موجود في أي لائحة، يعني اللي احنا موضوع في لائحة النادي الأهلي ملوش زي وملوش، يعني مش موجود في أي لائحة تانية في أي نادي في مصر. كمان اللائحة بتحمي حقوق أبهاتنا وأمهاتنا، حقوق الأيتام، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب القدرات الخاصة، حقوق الرياضيين. بتحل برضو اللائحة الجديدة بتحل مشاكل اجتماعية كتيرة جدا بنشوفها كل يوم، بنشوفها من خلال عملنا احنا اليومي بقى في النادي، احنا بنمر علينا حاجات عملية بنبقى نفسنا نغيرها، نفسنا نقولها بس مش قادرين لان اللائحة الاسترشادية الحالية ما تدكش هذا الحق. باختصار التجربة الديمقراطية اللي احنا مرينا بيها سوا في اعداد مشروع اللائحة واشتغلناها مع بعض الفترة اللي فاتت خلت يعني خليته مشروع الحقيقة مشروع متطور، مشروع فريد بالنسبة للأندية في مصر، وعشان كده من حقنا كلنا كأهلوية نكون يعني نفخر بهذا الأمر ونفتخر بهذا الأمر. ولكن خلينا برضو نقول حاجة مهمة جدا، احنا بشر واحتمال ومفيش الحقيقة نص بشري ممكن يوصل للكمال، مش ممكن تحصل كمال لله وحده، عشان كده اللائحة دي جواها آليات تسمح بتعديل بعض البنود في المستقبل، بس مين بقى اللي يعدل؟ مش مجلس إدارة ولا مسؤولين، اللي بيعدل حضراتكم الجمعية العمومية بس، التعديل في إيد أعضاء النادي الأهلي بس، في إيد حضراتكم بس. ليه؟ لأن أنتم أصحاب النادي الحقيقيين. كمان مشروع لائحة النادي الأهلي الجديدة في اللحظة يعني في الوقت اللي احنا فيه ده مجرد مشروع، مش هيعتمد ومش هيمر إلا بتصويت الجمعية العمومية للنادي. عشان كده بقول إن يوم الجمعة اللي جاي ده 28 سبتمبر زي ما قلت لكم قبل كده ده يوم تاريخي، لازم كلنا ننزل ولازم كلنا نشارك ولازم كلنا نقول رأينا. هنا عندي أنا بقى تخوف، أنا اللي عندي تخوف، التخوف اللي عندي وهو تخوف وحيد ان حضراتكم تفتكروا ان خلاص الجمعيه هتكتمل وان الموضوع هيمر ان شاء الله وهيعتمد
النظام الأساسي. لو احنا اعتمدنا على ده يا جماعة ده خطر جدا علينا. انا عايز كل واحد يشترك. لو كل واحد اعتمد على التاني كل واحد قالك خلاص في غيري هينزل او في اللي نزله كفاية، لا مش كفاية. احنا لازم ندي مثل للدنيا كلها ان جمعية العمومية للنادي الاهلي 1908 اول لائحة هي اللي بتشارك النهاردة، بتحط لائحة مستقبلية للنادي الاهلي بإذن الله تحافظ على الحقوق. لا محدش يعتمد على حد، كل واحد لازم يشارك، كل واحد في حضراتكم لازم يشارك في رسم. يعني انا ليا امنية دي ليكم انتم ولحضراتكم وليا طبعا، ان كلنا يا جماعة لازم يكون لينا دور في المشاركة في اللائحة الأساسية أو لائحة النادي الأهلي الأساسية. كل واحد لازم يشارك. أنا متأكد زي ما بحكي دلوقتي لأولادي والأحفادي، زي ما حضراتكم هتحكوا لأولادكم وأحفادكم، إن كل واحد فيكم شارك ولو بالرأي، لو إنه جه قال صح أو غلط أو يعني موافق أو مش موافق، ده 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 رأيكم، بس شارك وانزل وقول رأيك. الجماعة اليوم ده يوم مهم جدا، مشاركتك فيه مهمة جدا في رسم مستقبل النادي الاهلي. يعني الحقيقه انا مش عشان كده بقول يعني لكل بقى عضو ولكل عضوه، كبار السن، الاطفال، انا عايز يبقى يوم الناس كلها تفرح بيه في النادي الاهلي. عايز اقول للنادي الاهلي ان حق النادي الاهلي، الكلمه دي مهمه جدا يا جماعه، حق النادي الاهلي علينا كلنا إننا ننزل كلنا إن شاء الله يوم 28 يوم الجمعة 28 سبتمبر. وما تنزلش لوحدك، معك أصحابك، معك أهلك، معك زمايلك، أصدقائك اللي جوه النادي، لموا بعض وتعالوا شوفوا ناديكم، تعالوا شاركم في رسم مستقبل ناديكم وإقرار مشروع لائحة النادي الأهلي. كمان اللائحة هي موجودة بقى، النسخة النهائية اللي أنا شفت وريتها لحضراتكم هي موجودة في النادي وموجودة أونلاين على موقع النادي، اقروها كويس وشوفوا الفرق اللي حصل ما بين النسخة المناقشة، وشوفوا الفرق ما بين اللائحة الاسترشادية، وشوفوا الفرق في لائحتكم الأساسية دلوقتي، شوفوا الفروق اللي حصلت، لأن الفروق دي فعلا بتحقق إن شاء الله يعني شيء هام وشيء ضروري جدا للنادي الأهلي للمستقبل بإذن الله. وكمان برضو عايز أطمن حضراتكم بالنسبة للتوجيهات، يعني هناك توجيهات لإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي، هي توجيهات بالتيسير الأقصى، أقصى تيسير ممكن يحصل علشان الناس تبقى مستريحة، الناس تيجي تحضر الباركينج بتاعها في أقصى، هم هيبلغوا حضراتكم بهذا الأمر، في يعني أماكن محجوزة للعربيات، في دخول النادي من ساعة ما تخش النادي لغاية ما تدي صوتك يعني هتاخد فترة بسيطة جدا إن شاء الله بإذن الله. يعني وده أنا خدت بيه وعد شخصي من الإدارة في النادي ان يعني العدو هياخد وقت بسيط جدا من ساعه ما يدخل نادي الاهلي في الجزيره عشان يحط ويقول صوته او يقول رايه ويخرج من اللجنه، هيكون ان شاء الله وقت بسيط جدا. يا جماعه دي مشاركه تاريخيه يجب ان احنا كلنا ان شاء الله ننزل ونشارك فيها باذن الله. هنا بقى او في النهايه يعني عاوزين كلنا ننزل عشان مستقبل النادي الاهلي، عشان نحمي حقوقه ونحمي استثماراته، ننزل عشان حقوق أعضاء النادي الأهلي، ننزل عشان أولادنا وحق أجيال بعدينا جاية، ننزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الأهلي، ننزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الأهلي. باختصار يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله يوم حق حق النادي الاهلي علينا، ده يوم حق بقى النادي، احنا كلنا لينا حق عند النادي، النادي ده ليه حق علينا كلنا، كل النادي ده افضله علينا جميعا، عشان كده ده يوم حق النادي الاهلي علينا. اتمنى ان كلنا نشارك في هذا اليوم، كلنا نعطي وندي حق النادي الاهلي علينا. نشوفهم بخير ان شاء الله، دايما في خير، دايما النادي الاهلي دايما في خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله،
يعني مش هقول لحضراتكم فقط الكرة العالمية، لكن كابتن محمود الخطيب والكلمة مهمة جدا جدا، فطبيعي كله لازم يقف ونسمع ونشوف رئيس النادي الأهلي، الرئيس والقدوة والأخ الأكبر، أكيد لما بيتكلم كلنا بنسمع وكلنا أكيد بنشوف مصلحة النادي الأهلي. كلمة مهمة جدا، والكابتن خطيب يمكن هعلق تعليق بسيط يعني على الكلمة، إن هو قال كله لازم يكون موجود وإنه يشارك في مستقبل النادي الأهلي. المشاركة هي السمة اللي لازم تكون موجودة يوم الجمعة القادم في النادي الأهلي فرع الجزيرة، سواء إن أنت قلت نعم أو لا، لكن وجودك في النادي الأهلي ومشاركتك هي دي الأهم في اختيار دستور أو اختيار لائحة نظام أساسي تليق بالنادي الأهلي. إن شاء الله كلنا متوقعين وجود جمعية عمومية، أعضاء جمعية عمومية إن شاء الله بكثافة من يوم الجمعة من الصبح بدري وحتى نهاية التصويت علشان نختار لائحتنا بإيدينا. ويمكن أنا ليا تعليق على موضوع اللائحة، إن لائحة النادي الأهلي هي اللي اختار اللائحة واللي اختار البنود هم الأعضاء، أعضاء النادي الأهلي مش أعضاء مجلس الإدارة. لما تم طرح لائحة في الأول المجلس الإدارة عمل مناقشات مع الأعضاء وتم تعديل بنود كثيرة جدا، وبالتالي الأعضاء هم اللي اختاروا لائحتهم، هم اللي اختاروا السيستم اللي هيمشوا عليه في السنين القادمة، وبالتالي إن شاء الله يعني مش هيكون في غير كل إيجابية من أعضاء النادي الأهلي. وزي ما الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هتحكوا لأحفادكم وولادكم واللي بعديهم هيحكوا للي بعديهم إن الجيل الحالي هو الجيل اللي اختار لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي في الفترة القادمة إن شاء الله، اللي بتحفظ حقوق أعضاء النادي الأهلي. هبقى مع حضراتكم وقت قليل جدا، لكن سريعا إن شاء الله هحاول إن أنا أقول لحضراتكم كل الأخبار وكل النتائج اللي تمت امبارح يوم السبت والنهاردة يوم الأحد، وبالتالي نلم مع حضراتكم على قد ما نقدر كل النتائج اللي حصلت في الدوريات العالمية، وكمان النتائج أو المباريات اللي شغالة دلوقتي حالا في مباراة برشلونة وجيرونا، والمباراة تعادل 1-1 ما بين برشلونة وجيرونا. ريال مدريد تعادل امبارح أو كسب في مباراة أمس في الدوري الأسباني 1-0 ريال مدريد. لو برشلونة خلص اللقاء بالتعادل الإيجابي كده برشلونة هيكون يتساوى في عدد النقاط مع ريال مدريد، لكن هنشوف هل برشلونة هيسمح في أنه يفرط في القمة لنادي ريال مدريد، أو أنهم يبقوا متساويين أو حد يشارك برشلونة في القمة، ده اللي احنا هنعرفه. لكن أبدأ معكم سريعا بمباراة أمس في الدوري الإنجليزي، و فولهام وواتفورد والتعادل الإيجابي 1-1، وليستر سيتي وهدرسفيلد تاون وغياب رمضان صبحي للإصابة، وليستر سيتي يفوز 3-1. أما ليفربول وساوثهامبتون 3-0 لفريق ليفربول، ومحمد صلاح بيحرز الهدف الثالث إن شاء الله. ليفربول عنده مباراة يوم الأربع قوية جدا مع تشيلسي في الكاس، بطولة الكاس، بعديها هيلعب تشيلسي أيضا في بطولة الدوري، وبالتالي محدش ممكن يتوقع ان يعني محدش يستغرب ان لو ليفربول ما لعبش بالتشكيل الاساسي او ما لعبش او حتى لو لعيبه شاركت وما كانتش بالجديه الكامله او بالجديه اللي معروفه عن لعيبه ليفربول، وده هيكون بسبب ان بطوله الكاس في عرف الفرق الكبرى في انجلترا بطوله مش مهمه. عندنا بطولتين كاس، عندنا بطوله كاراباو كاب وعندنا بطوله الاف اي كاب، دي كاراباو كاب وبالتالي لا تؤهل، يعني هي بطوله معنويه فقط لغير، لا تؤهل صاحب البطوله الى اي مركز او الى اي بطوله زي دوري الابطال او تصفيات دوري الابطال او دوري الاوروبي او تصفيات الدوري الاوروبي. وبالتالي مباراه ليفربول وتشيلسي المباراه الجايه وارد فيها كل حاجه. المباراه مانشستر يونايتد وولفرهامبتون وانتهت 1-1، ومفاجاه طبعا بالنسبه لمانشستر انه يخسر نقطتين على ملعبه. مباراه بالمناسبه حضر فيها السير اليكس فيركسون بعد الازمه الصحيه اللي حصلت له في الفتره الاخيره، وكريستال بالاس بيتعادل سلبيا مع نيوكاسل، وبرنلي بيفوز فوز كبير على بورنموث 4-0.
ومانشستر سيتي سيتيزنز بيكتسحوا فريق كارديف سيتي 5-0. رياض محرز اللاعب العربي الجزائري المتألق في سماء الدوري الإنجليزي بيحرز هدفين. أما برايتون وتوتنهام هوتسبيرز، توتنهام هوتسبيرز بيفوز على برايتون 2-1. الدوري الإسباني أبرز النتائج، ريال مدريد بيفوز 1-0 على إسبانيول، وأتلتيكو مدريد بيفوز على ختافي 2-0. الدوري الإيطالي إنتر ميلان بيفوز على سامبدوريا 1-0 في الدقيقة 94، ده هدف ماركة إنتر ميلان. إنتر ميلان في الموسم الحالي دايما بيفوز في الوقت بدل الضائع. وبالمناسبة أنا بالنسبة لي الفوز في آخر وقت ده معناها أن مدير فني مركز، مدير فني شاطر، ومدير فني فعلا حفظ لعبته وفعلا بيسمعوا الكلام، ولعيبة عندها طموح وعندها أمل وعندها جهد وعرق لحد آخر دقيقة، لحد آخر دقيقة، لحد ما صفارة الحكم لما يصفر كده المباراة انتهت. لكن في طبعا احنا عارفين النادي الأهلي هو النادي اللي معودنا على انه دايما ما تأمنش للنادي الأهلي غير بعد ما الحكم يصفر وبعد ما ياخد الكورة ويخرج بره الملعب. انتر ميلان بيفوز في الدقيقة 94، ودي زي ما قلت لحضراتكم دي حاجة إيجابية جدا في كرة القدم، الفوز في آخر دقائق من المباراة بالذات لو فرقة كبيرة زي فرقة انتر ميلان. بارما بيفوز على كالياري 2-0، وفيورنتينا 3-0 على فريق سبال. أما مباريات اليوم، ويست هام تعادل سلبي مع فريق تشيلسي 0-0، وأرسنال ويستمر غياب أنني في الدوري الإنجليزي، لعب مباراة اليوروبا ليج الأخيرة لكن غاب النهاردة عن مباراة الدوري. وأرسنال بيفوز 2-0 على إيفرتون. الدوري الأسباني، سيفيا أو أشبيلية وليفانتي 6-2، وفياريال وفالنسيا 0-0، وريال بيتيس بيخسر 2-0 من أتلتيك بلباو، وبرشلونة وجيرونا اللقاء اللي بيقام حاليا، وتعادل الفريقين الإيجابي بعد ما برشلونة تقدم 1-0، جيرونا بيتعادل 1-1. تورينو ونابولي في الدوري الإيطالي، ونابولي بيفوز 3-1. أما بولونيا وروما، ومفاجأة مدوية وهي خسارة روما 2-0 من بولونيا. واضح أن روما لسه متأثر بالخسارة في دوري الأبطال، أو خسارته في يعني حصل له بعض الدروب أو بعض الانخفاض في المستوى في الفترة الأخيرة، وبالتالي روما بيكمل سلسلة الهزائم المستمرة. ولاتسيو وجنوا 4-1 للاتسيو، وإيسي ميلان وأتلانتا 2-2. أما يعني دي أبرز النتائج اللي موجودة في الدوري الإيطالي. الدوري الفرنسي، رين وباريس سان جيرمان، وباريس سان جيرمان بيفوز على ريم 3-1، وبرشلونة يعني الشوط الأول انتهى والشوط الثاني بدأ ولسه التعادل الإيجابي 1-1. سريعا يعني نقول لحضراتكم بعض الأخبار المهمة والسريعة علشان بعديها يعني نختم معاكم، لكن أكيد طبعا هنكون معاكم في وقت أطول في الحلقة اللي جاية ونتكلم معاكم بشكل عام ونلم لكم مباريات السبت والحد وكمان أبرز الأحداث والكواليس والفيديوهات والصحف العالمية اللي موجودة. نتكلم كمان على ما يخص محمد صلاح. بالمناسبة بكرة إن شاء الله محمد صلاح الحفلة هتكون مذاعة إن شاء الله على قناة من القنوات الرياضية المصرية اللي هتنقل الحفلة، حفل اختيار أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا. إن شاء الله ثلاث لعيبة موجودين، محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش. يعني توقعاتي، أو نبدأ الأول بالأمنيات، أمنياتي إن محمد صلاح إن شاء الله ياخدها. لكن لو بنتكلم بالعدل، أنا شايف إن الاثنين اللي حققوا إنجازات الموسم الماضي هم محمد صلاح ورونالدو. رونالدو واخد دوري الأبطال، صلاح يمكن حاصل على أحسن لاعب في أفريقيا، أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، هداف الدوري الإنجليزي، أهداف في الشامبيونز ليج وأسيست في الشامبيونز ليج، أحسن لاعب من قبل النقاد الرياضيين الصحفيين في الدوري الإنجليزي، أول لاعب يسجل بالنظام الجديد أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي، وبالتالي كل دي أرقام صلاح بيحققها، كمان وصيف دوري الأبطال. نفس الوقت رونالدو واخد دوري الأبطال، هداف دوري الأبطال، يعني أهداف أسيست، كل شيء
كل شيء حققه يعني بيعمله رونالدو او عمله رونالدو مع ريال مدريد على المستوى الفردي. مودريتش انا شايف ان هو وصيف بطوله كاس العالم، اخذ احسن لاعب في كاس العالم، اخذ احسن لاعب في اوروبا، وبالتالي الانجازات انا شايف ان الوصيف دي مش يعني يعني مش مش لقب مش بطوله، هي ميداليه فضيه لكن مش لقب مش بطوله، فده اللي انا بتكلم فيه. لكن انا شايف من وجهه نظري ان هيكون الاختيار ما بين مودريتش وصلاح، وانا شايف ان مودريتش الاقرب، وده بالحب يعني الجائزه دي هيتم تسليمها بالحب، لكن لو بما يرضي الله وفير محمد صلاح او رونالدو واحد منهم هو من يستحق لقب افضل لاعب في العالم. برشلونه وجيرونا قلت لحضراتكم 1-1، دلوقتي جيرونا بيتقدم على برشلونه 2-1 في مفاجاه ايضا مدويه. برشلونه شكل بعد مباراه بي اس في ايندهوفن في بطوله دوري الابطال اتغر بشكل اللعيبه، يعني احنا مش بنشوف المباراه لكن لما نشوف ونتابع بعد الحلقه ان شاء الله ونشوف الاعاده مباراه برشلونه هنعرف بقى هل برشلونه فعلا بيتهاون ولا حصل بعض الاخطاء اللي ادت الى اهداف، وهي كره القدم في الاول وفي الاخر اخطاء بينتج عنها اهداف. سريعا لو معانا وقت، يعني تصريح لانطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي، جريزمان لم اندم على بقائي مع اتلتيكو مدريد، وده كان تصريح خاص بانطوان جريزمان بعد ما قرر عدم الانضمام الى برشلونه وتجديد وتمديد تعاقده مع فريق اتلتيكو مدريد، واللي حصل معاه مع المنتخب على بطوله كاس العالم ومع اتلتيكو مدريد على اليوروبا ليج والسوبر الاوروبي على حساب ريال مدريد. وتصريح وخبر عن كاريوس الحارس السابق لليفربول والحالي لفريق بشكتاش المنتقل الى صفوفه اعاره لمده موسمين. كاريوس لم اهرب من ليفربول ولم يطلب مني احد الرحيل. حارس الالماني كاريوس حارس مرمى بشكتاش التركي والحالي وليفربول السابق خلال تصريحات نقلها صحيفة تركيش فوتبول قال انه لا استطيع شرح الاخطاء التي ارتكبتها ضد ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا، وعما اذا ذكر سيرجيو راموس مدافع الملكي تعمده للاصابه، كلنا اكيد فاكرين الاصابه اللي اتكلم عليها كاريوس ان هو حصل له بعض الارتجاج في المخ من قبل تدخل عنيف من سيرجيو راموس المؤذي خلال اللقاء ام لا، وهو ما يعيه الان او اللي هو اللي هو فاكره دلوقتي ان هو تم استعاده ثقته في نفسه خلال الفتره المقبله او الفتره الماضيه الفتره المقبله والتصالح مع الماضي، ان هو نسي الماضي تماما تماما تماما. جوارديولا اتمنى استمرار اجويرو لاطول فتره ممكنه، وده على خلفيه تجديد تعاقد اجويرو مع فريق مانشستر سيتي الهداف التاريخي للسيتيزنز وواحد من اهم اللاعبين مع المنتخب الارجنتيني او مع فريق مانشستر سيتي. بيب جوارديولا اشاد اكيد بمهاجمه كون اجويرو وان هو اكيد يعني يتمنى ان هو يكون موجود الى اطول فتره ممكنه. طبعا اجويرو 300 هدف مع فريق مانشستر سيتي، واجويرو 205 هدف طبعا هو لعب 300 ماتش اسف، ووصل رصيده من الاهداف الى 205 هدف مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات من وصوله او منذ وصوله من اتلتيكو مدريد في 2011. وزي ما قلت لحضراتكم ان اجويرو مدد تعاقده مع فريق مانشستر سيتي الى صيف 2021. بيريز رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز رونالدو خليفه دي ستيفانو في ريال مدريد، يعني واحد من اللي موجودين في ريال مدريد ادى رونالدو حقه بعد ما تم تجاهله والتقليل من الانجازات اللي حققها خلال الفتره الماضيه مع ريال مدريد. شفنا كارفخال، شفنا سيرجيو راموس، شفنا ايضا اكتر من لاعب بيقلل من الانجازات اللي حققها رونالدو مع ريال مدريد، وانه قال ان هو خليفه دي ستيفانو، فاكيد طبعا التصريح متزن، تصريح مهم من رئيس متزن ورئيس عارف هو بيقول ايه. ده بالنسبه لرونالدو ودي ستيفانو. طبعا علشان الوقت بيجري مننا، كنا موجودين معاكم من الساعه 7 وحتى الساعه 10، يعني كلمه كابتن خطيب كانت مهمه جدا جدا جدا، وان شاء الله هتبقى
مذاعة أول بأول على قناة النادي الأهلي. إن شاء الله ما تنسوش يوم الجمعة الصبح إن شاء الله وطوال اليوم التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، المشاركة ثم المشاركة ثم المشاركة من قبل الأعضاء، وإن شاء الله ربنا عمره ما بيجيب حاجة وحشة للنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره. نشوفكم على خير إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من الأهلي الليلة. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.